مش اللي قال الكلمة بحكمة وفي الوقت المناسب. عاش 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 اللي قال عاش اللي قال لازم نرجع أرضنا من كل غاصب. عاش عاش العرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين تحارب. عاش اللي قال للرجال عدوا القنال. عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال. عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش محال. عاش ليك ابنك عاش 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 اللي حبك عاش 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 رجع اعتبارك خلى نهارك أحلى نهار أحلى نهار. وعاش اللي قال وعاش اللي قاتل وعاش اللي سند جيش بلده. روح أكتوبر المجيدة وإحنا السنة دي بعد 51 سنة لازلنا بنحتفل بالانتصارات ولازلنا مكملين وهنفضل مكملين. عايزين نقول كمان لأولادنا اللي ما عصرش هذا الجيل إنه لازال إلى الآن الخدعة الاستراتيجية لحرب 73 بتدرس في جميع الأكاديميات العسكرية في العالم إلى الآن. إلى الآن بعد 51 سنة لم يكشف بعد أسرار كتير جدا لكواليس حرب أكتوبر، وهتفضل دايما كده كل سنة نشوف أو نعرف أسرار جديدة من كواليس حرب أكتوبر واللي لم تظهر إلا بعد 30 سنة من هذا الانتصار العظيم. تحية للشعب المصري اللي كان دايما ظاهر لجيشه. صباح مساء الفل يا أبو، وأهلا بك. مساء الخير. أولا أبدأ ببسم الله ومساء الورد عليك يا مها، وبسم الله على مصر، وبسم الله على شعبها، وبسم الله على جيشها، وبسم الله على كل حاجة فيها. ادخلوها بسلام آمنين، هي دي مصر يا جماعة. يعني احتفالات أكتوبر بتبدأ يمكن من أول أكتوبر، من حلقة النهاردة 1 أكتوبر. 51 سنة جيشها في ظهرها، 51 سنة، ومن قديم الأزل حتى من قبل ال 51 سنة طول عمرها مصر جيشها هو شعبها، وجيشها في ظهرها وفي ظهر المنطقة العربية والإسلامية كلها. كل سنة وانتم طيبين. ويمكن شد انتباهي قوي لوجو القوات المسلحة السنة دي واختياره لشعار حكاية شعب. هي بالفعل حكاية شعب من قديم الأزل، من يوم ما جت مصر ثم جاء التاريخ. يعني صح. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وحضراتكم وإحنا كلنا طيبين، دايما في خير وفي سلام، ملتفين حوالين القيادة السياسية بتاعتنا، داعمين لجيشنا، ماسكين في إيد بعضنا واحدة واحدة، لا إشاعات تخش بينا ولا مغرضين ولا كارهين ولا حد يقدر علينا، بعون الله وبفضل جيشنا وشعبنا. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانت طيبة هبة. كل سنة وكل الشعب المصري طيب والشعب العربي. مصر دائما هي حائط الصد للوطن العربي. وتعالوا نبدأ بقى حلقتنا النهاردة بكلام مهم جدا لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده خلال لقائه امبارح بعدد من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية واللي أنهوا دراستهم بها في إطار استعدادات الأكاديمية لتخريج دفعات جديدة من طلابها. الرئيس أكد كمان أن حماية الأمن القومي عملية مستمرة بلا كلل أو ملل، وأكد كمان أن تماسك ووحدة الشعب المصري هم محور الارتكاز والحماية الاستراتيجية للدولة المصرية والضامن الأساسي للحفاظ على أمن واستقرار الوطن. الرئيس قال أن الأعوام العشرة الماضية برهنت على وعي الشعب المصري وتماسكه في الظروف الصعبة اللي بتمر بيها المنطقة، فكان الشعب هو حائط الصد ضد محاولات زعزعة الاستقرار والنيل من المؤسسات الدستورية، وده تجنبا للعواقب السلبية لعدم الاستقرار. التطورات طبعا على مدار العقود الماضية أدت بالمنطقة إلى مفترق طرق تاريخي بيتطلب من الجميع الحذر والتأني والدراسة المتعمقة قبل اتخاذ أي قرار. وأكد كمان أن ثوابت السياسة المصرية بتقوم على التوازن والاعتدال والإيجابية لإنهاء الأزمات وليس تصعيدها، وده تحسبا من الانزلاق في أو إلى مخاطر حقيقية بتهدد الأمن الإقليمي كله. يعني واستكمالا النهاردة لأخبارنا نبدأ كده أحكي لكم حكاية الخبر اللي جاي. النهاردة بدأت جلسات مجلس النواب لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني برئاسة المستشار حنفي جبالي. طبعا ده بناء على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 412 لسنة 2024 اللي بيدعو فيه المجلس للانعقاد.
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قال في الجلسة الافتتاحية إن السودان بتواجه تحدي كبير ومصيري ما حصلش قبل كده، وإن في نزاع داخلي كبير للأسف. طبعا ده خلى ملايين السودانيين يسيبوا بيوتهم وأهلهم وأرضهم وناسهم، ويعني ينتشروا في بقاع الأرض، ويمكن مصر على وجه التحديد اللي بتستقبل كتير من أخواتنا السودانيين. قال كمان إن ليبيا الشقيقة لسه بتعاني من الأزمات اللي بتمر بيها بقالها أكتر من 10 سنين، وإن مصر لسه مكملة في جهودها مع الأشقاء الليبيين عشان يوصلوا بإذن الله لتسوية سياسية من غير أي ضغوط أو تدخل خارجي. قال كمان إن مجلس النواب بيقدر موقف القيادة المصرية التاريخي في الدفاع عن سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه. تعالوا مع حضراتكم كده نروح ونتابع كلمة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ونرجع لكم تاني. ويشهد الله أن مصر لم تدخر جهداً من أجل تقديم مختلف أوجه الدعم لأشقائنا في فلسطين، ومجلس النواب يؤيد الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، والذي يشدد على أهمية العمل على تحقيق السلام العادل والشامل على الأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود يونيو 1967. كما يشيد المجلس بالموقف التاريخي لفخامة السيد رئيس الجمهورية المشرف والتاريخي في الوقوف بقوة ضد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني على حساب دول الجوار. ولم تقف الانتهاكات الإسرائيلية عند هذا الحد، فما يحدث في لبنان أقل ما يوصف أنه انتهاك صارخ لدولة ذات سيادة وعدوان لا رحمة فيه بالمدنيين، أزهق أرواح المئات وتسبب في سقوط آلاف الجرحى، وفرض نزوحاً قسرياً لعشرات الآلاف من الأبرياء، وهو ما ينذر بإمكانية اندلاع مواجهات إقليمية شاملة ستكون تداعياتها وخيمة على كافة دول المنطقة. ومجلس النواب يطالب المجتمع الدولي بضرورة الوقف الفوري لتلك الممارسات والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ولقواعد القانون الدولي. كما يثمن المجلس قرار القيادة السياسية المصرية بتوفير مساعدات طبية عاجلة للشعب اللبناني الشقيق في ظل تقاعس دولي واضح عن السعي الجاد تجاه إنهاء معاناة الأبرياء في لبنان الشقيق. نواب شعب مصر العظيم، ما زالت ليبيا الشقيقة تعاني من تداعيات الأزمات المتتالية على مدار أكثر من عقد من الزمان، وفي الوقت ذاته ما زالت مصر مستمرة في جهودها بالتعاون مع الأشقاء الليبيين لتعزيز الاستقرار في ليبيا ودعم المؤسسات الوطنية للدولة الليبية للوصول إلى تسوية سياسية ليبية ليبية.
اهلا بحضراتكم مره تانية، وهنروح دلوقتي لخبر يهم كل الاسره المصريه وكل الطلبه، وهو من وزاره التعليم واللي وجهت المديريات بتكثيف الانشطه بمناسبه نصر اكتوبر المجيد بكل المدارس في المراحل التعليميه. ده طبعا في اطار استعداد كل وزارات وقطاع في الدوله للاحتفال بالذكرى 51 لنصر اكتوبر المجيد، وده في الوقت اللي بينتشر فيه احتفالات وذكريات في جميع المدن والقرى والشوارع المصرية عزة وكرامة بنصر أكتوبر العظيم. طبعا يا جماعة ده مهم جدا جدا، لأن لازم نوعي ولادنا بانتصاراتنا، لازم جيل بعد جيل يحمل راية الانتصار ويعرف جدودنا عملوا ايه واللي بذلوا الأرواح والدماء لاستعادة كل ذرة رمل من هذه الأرض الطاهرة. أكيد طبعا حرب أكتوبر المجيدة ومين يقدر ينسى. طيب النهاردة كمان في خبر جميل جدا، وأنا الحقيقة أغبط كل الأجيال الصغيرة اللي طالعة، لأن هم يعني عندهم فرصة، يعني كنت أتمنى تكون موجودة لجيلنا، بس يلا كل شيء يعني اسمه ونصيب. النهاردة بيبدأ التقديم لجائزة الدولة للمبدع الصغير 2025 في دورتها الخامسة تحت رعاية السيدة إنصار السيسي قرينة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. جائزة الدولة للمبدع الصغير بتمثل حدث ثقافي متميز جدا وتشجيع كبير للمبدعين الصغار على ان هم يواصلوا ابداعهم وابتكاراتهم، ورساله واضحه كمان بان مصر بتهتم اهتمام كبير جدا بالثقافه والفنون، واكيد طبعا ده معناه ان احنا عندنا النيه دايما وعندنا القدره والسعي لاكتشاف ورعايه والتنميه لقدرات المواهب من النشأ الاطفال الصغيره وحتى الشباب. فنتكلم اكتر عن الخبر ده، ويكون معانا على التليفون عشان نعرف تفاصيل اكتر عن طريقه التقديم دكتور اسامه طلعت الامين العام للمجلس الاعلى للثقافه. ومساء الخير يا دكتور، منور الدنيا، ويعني خبر في منتهى الجمال، يا بخت المبدع الصغير. مساء الخير حضرتك استاذه هبه واستاذ جمال، مساء الخير عليكم. مساء الورد. مساء الخير. والحقيقه هي طبعا هي جايزه يعني تكاد تعادل بقيمتها المعنويه والرمزيه جوائز الدوله الكبرى زي التنمير والتفوق والتقديريه. والجائزه كمان بتحظى برعايه السيده الاولى قرينه السيد رئيس الجمهوريه السيد انصار السيسي. دي دورتها الخامسه ان شاء الله، اللي احنا يعني بدات فتح باب التقدم بيها النهارده 1 اكتوبر لحد نهايه ديسمبر ان شاء الله. وزي ما حضرتك قلت فعلا في المقدمه، هي يعني هي حافز للشباب والنشأ، وهي في نفس الوقت مش مجرد جائزه بيحصل عليها وانتهى الامر على هذا، لا، ده بيحظى برعايه قطاعات وهيئات وزاره الثقافه المختلفه. صحيح. اللي سائلين فيها، يعني اللي فايز مثلا في مجال الموسيقى بيحظى برعايه اكاديميه الفنون ودار الاوبرا المصريه. اللي في مجال الرسم بيحظى برعايه يعني قطاع الفنون التشكيليه، الروايه أو القصة أو الأدب المطرحي بيحظى برعاية المجلس الأعلى للثقافة، لأن هي الجائزة بتعبر عن وزارة الثقافة المصرية، وهي رسالة بأن مصر يعني ترعى النشأ وليس ولا تقدره ولا تقدر فقط الكبار والهامات من مبدعيها. دكتور أسامة، يعني خلينا نقول أن مصر بتشهد في الحقيقة طفرة في التواصل مع جميع المؤسسات، يعني احنا حتى في المؤسسة التعليمية بقينا نشوف ان في اهتمام بالمواهب، اهتمام بالفنون، اهتمام بالرياضة، بنشوف كمان انه بيبقى في دايما تعاون وتواصل وتكاتف مع مش بس التعليم لكن مع كل المؤسسات والشباب والرياضة وإلى آخره. فأعتقد ان النتيجة هتكون انه بنقدم جيل متميز، جيل عارف امكانياته ايه، مش مجرد انه هو بيبقى حافظ شوية مواد ويكتبها في ورقة الامتحان. اكيد الناس دلوقتي عايزة تعرف نقدم، اللي عايز يقدم بقى لأولاده او عنده هذه المواهب وعايز يقدمها نعمل ايه؟ الحقيقة طبعا هي للمصريين، للنشء المصري، واللي عاوز يقدم عنده اكثر من طريقة، اما التقدم مباشرة يجي دينا اهلا بيه في المجلس الاعلى للثقافة يتقدم بشخصه، او يقدر يقدم من خلال الانترنت على الموقع المحدد لده في الاعلان اللي احنا صفحه الوزاره نزلته ونزل في الميديا والصحف المختلفه. هو كمان بس مش لابنائنا المصريين في داخل مصر فقط، لكن ممكن لابنائنا المصريين في الخارج ان هم يتقدموا برضو للجائزه من خلال الانترنت زي ما قلت لحضراتكم. فروع ايه يا فندم؟ يعني فروع التقديم ايه؟
الحقيقه طبعا هي الجائزه في مجال العلوم والفنون والادب. بالادب في جائزه في الشعر، في جائزه في الادب المسرحي، في جائزه في القصه. صحيح. طيب دكتور اسامه، عشان برضو عايزه استغل ان انت موجود معانا ونطمن الناس، واحنا كمان نطمن، احنا مطمنين على نفسنا يعني. من 5 سنين واول يعني اول الموضوع موضوع المبدع الصغير، عاوز اعرف الشباب والاطفال اللي شاركوا من 5 سنين النهارده وصلوا لفين وحققوا ايه وايه موقعهم الجغرافي يعني. الحقيقه ان او الثقافي يعني وزاره الثقافه منتشره في ربوع مصر. المبدعين اللي فازوا في الجوائز في دوراتها من الاولى الى الرابعه، اللي منهم ما زال محتفظ بحماسه ورغبته متواصل معانا تماما. وبرضه انا باكد ان المساله مش متعلقه بالقاهره او الاسكندريه او العاصمه الكبرى. ايوه. قصور الثقافه 580 قصر ثقافه منتشر في ربوع الجمهوريه المختلفه. كتير منهم ما زال متابع معانا لغايه دلوقتي، وبعضهم انضم لفرق النشأ اللي موجوده في دار الاوبرا المصريه وفي قطاعات مختلفة من الوزارة. صحيح. دكتور أسامة طلعت الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، بشكرك على المداخلة الطيبة. وفرصة بقى احنا عاوزين نقول للناس يعني ما شاء الله، وده مش كلام، وزارة الثقافة بقالها فترة يعني عاملة شغل جميل جدا جدا، وبتتكلم بالعمل، بتتكلم بالشغل، ما بتتكلمش كلام وخلاص. ممكن احنا مثلا من اهم الحاجات اللي انا منتظراها شخصيا خلال ايام هيبدا مثلا مهرجان الموسيقى العربيه في دورته الجديده، اهتمام بالاطفال، اهتمام بالشباب، اهتمام بالمراه، اهتمام حتى كبار السن، وده موضوع هنتكلم النهارده عنه باستفاضه. فيعني حقيقه شكر خاص وجزيل من القلب لوزارة الثقافة ولكل الجهات الحكومية اللي بتشتغل بقلب وبيد من حديد وبصبر وكل جهد، ما بتحاولش انها تأخره عشان خاطر احنا كلنا نبقى ان شاء الله على قد ما نقدر سعداء ومرتاحين ومبسوطين ومثقفين وكل شيء. على ذكر وزارة الثقافة برضو من اهم الحاجات اللي بتعملها، وانا طبعا بضم صوتي لصوتك لتحية وزارة الثقافة، انه الفرق الفنية والمسرحية وصلت للقرى والنجوع. يا جماعة ده مهم جدا جدا، انه يعني دائما اطراف المدينة واهالينا في القرى والنجوع يشوفوا الفن يحبوه. في مواهب كتير جدا مدفونة هناك مش عارفة تنفس على نفسها ازاي، لكن لما بتبتدي تتعرض للمسرح، تتعرض للعروض الفنية المختلفة، بنلاقي عربيات متنقلة لممارسة مثلا كل الفنون والمواهب زي الرسم والقراءة وإلى آخره. كل ده بيضيف لرقي أخلاق الأطفال، ويعني إحنا كل ده بنطلع طاقتهم في حاجات مفيدة، في حاجات بتبني الشخصية المصرية. عايز أقول لك أنا مهما كنت الدورة الأخيرة لمعرض الكتاب كنت رحت عملت فيها تغطية جميلة كده هنا لبرنامج الستات، وشفت أنا كنت بسأله عشان يعني أطمن وأطمن الجمهور، شفت كتير من النشء ومن الشباب اللي شاركوا في المبدع الصغير من 5 سنين ومن 4 سنين ومن 3 سنين موجودين هناك، وليهم ندوات وليهم أعمال أدبية وليهم كتبهم، وبياخدوا صور مع الناس وتوقيعات، وما شاء الله شيء مفرح ويبهج القلب. فكل ولادنا وكل الأسر اللي بتسمعي دلوقتي، شجعوا أولادكم يعني نموا مواهبهم، ما تحبطوهمش من الحياة، مش بس مذاكرة أو تمرين، وذاكر ذاكر واتمرن اتمرن، مذاكرة وتمرين وإبداع وموهبة وهواية. فأرجوكم اهتموا بالجيش اللي طالع لمصر من الأجيال دي، جيش فني وثقافي وحربي وأدبي وكل المجالات. نروح كمان لخبر مهم جدا، هو استمرار طرح مؤسسة حياة كريمة لكميات كبيرة جدا من اللحوم وبأسعار مخفضة، يعني مثلا 310 جنيه للبلدي، 185 للمجمد، وده في عدد كبير جدا من المناطق بالقاهرة والجيزة وعدد من المحافظات، وده وسط إشادة عدد كبير جدا من المواطنين. هنروح دلوقتي مع بعض عشان نتابع ردود أفعال المواطنين ونرجع لكم مرة تانية. احنا النهارده متواجدين في مدينه الزقازيق في منفذ او شادر بيع لحوم ذبح اليوم، بنقدم خدمه للمواطنين تنفيذا للقياده السياسيه باسعار مخفضه. احنا عندنا النهارده سعر الكيلو 310، الحمد لله الاقبال فوق الممتاز، اللحمه جودتها عاليه، طبعا هي مذبوحه النهارده الصبح في المجزر تحت اشراف بيطري كامل. احنا عندنا خطه انتشار في جميع مراكز المحافظه ما بين الشوادر الثابته
والعربات المتنقله ان شاء الله. احنا موجودين هنا في الشادر اللي قدام عمر افندي سابقا، موجودين عشان المبادره اللي موجوده لبيع اللحوم المدعمه طبعا تحت رعايه فخامه السيد الرئيس، موجودين بالتعاون مع شركه القيصر على اساس ان احنا نقدم اللحوم المدعمه لاهالينا هنا. انا اول ما سمعت ان في حاجه خاصه بدر فيها كريمه جيت الحمد لله اخذت النهارده، فوجئت الحمد لله اللي هي سعر بالمقارنه طبعا باسعار بره، اللحمه دلوقتي عندنا وصلت 400 جنيه وللاسف بتجيبيها وانت مش عارفه اذا كان فعلا بلدي. هو مشروع حلو ان شاء الله وربنا يكرمكم كده ان شاء الله ويستمر، احنا شايفين الحاجه قدام منا الله الوكيل، حاجه يعني حاجه تفتح النفس. لسه كده النهارده اول مره بس يعني شايف ان هي كويسه ان شاء الله ومبادره كويسه بالنسبه للايام اللي احنا فيها دي، حلوه لكل مستهلك. لا احنا جربنا هنا قبل كده كويسه وجينا ناخد تاني. شايفه بالمبادره الجميله اللي عاملاها حياه كريمه كتر الف خيره الناس على يعني مش عارف اقول لهم ايه، اشكرهم والله اشكرهم على اللي هم عاملينه ده. المبادره جميله جدا وبتحد من جشع التجار اللي موجود دلوقتي. لا فرق جامد جدا طبعا، فرق كتير، ما يبقى فرق فوق ال 100 جنيه في الكيلو اللحمه، فرق كويس جدا طبعا، يوفر مع المواطن كتير. بره بتتباع ب 400 و380، هنا ب 310، والحته اللي بتشاور عليها بتاخدها حضرتك ما شاء الله يعني جميله. احنا بنشكر اللي ساعد في المشوار ده بصراحه، يعني فرق 100 جنيه، يعني 100 جنيه ممكن يجيب بقى خضار جنب اللحمه يسد باب تاني. انا كمواطنه خفض معايا كتير جدا وفرق معايا جدا في السعر، وصراحه انا اتفاجئت وكان مفاجاه جميله جدا لدرجه انا بلغت عيلتي واهلي وقرايبي واصحابي بالمكان والاسعار وكده. الجنيه دلوقتي عاد بيفرق مع المواطن، ال10 جنيه بتفرق مع المواطن، يجيب بيها اي حاجه ثانيه. حياه كريمه جت وقفت جنبنا اهي مثلا، يعني حاجه كويسه بالنسبه لينا في اسماعيليه ان مبادره حياه كريمه بتريحنا شويه في الاسعار. لا فرق كتير من 400 ل 310، يعني بنتكلم 90 جنيه، يعني نفس اللحمه اللي عند التجار هي اللي في حياه كريمه. التاجر لما يعرف ان اللحمه بتاعته هي ب 310 من 400 جنيه اقول لك يخفضهم بقى شويه بقى. يا ريت تستمروا على كده، امال على طول ويكون اللحمه حلوه، مش هنجيب من دوكم هنيجي ناخد منين؟ شفتها وقفت وقلت له اقطع لي من الحته دي، الحته اللي انا عايزاها تحت بينا، وشيل الدهن وشيل العرق وشيل اللي انا عايزاها جبت منه. كل ما حياه كريمه تبادر بمبادره في تخفيض الحاجه يقدر التاجر يبطل من جشعه ويقلل كويس. دلوقتي التاجر عنده اللحمه ب 400 جنيه ماشي، هنا ب 310، الفرق اللي انا الفرق اللي هو استغلال دوت انا هستغله في اي في اي في اي حاجه ثانيه، في زيت، في سكر، في رز، في يعني في سمنه، في كل حاجه. الناس كلها مبسوطه، نفسيتها مرتاحه والله. كيلو فرق 100 جنيه 100 وحاجه بتفرق كتير، هجيب شويه الرز وشويه خضار جنبه ارتاح نفسيا. وبعدين اقول لك حاجه، لو قليل 50 جنيه بيبقى مرتاح احسن من التانيين اللي هم تعبانين منهم اللي هم جشعين دول. الخبر ده جاي لي في ملعبي لان انا عايزه ابعت تحيه كبيره جدا جدا لليوم العالمي لاصحاب التذوق العالي عشاق القهوه. طبعا تحيه لليوم وبتذوقوا القهوه اللي زي حالاتي وحالاتك لو ليكي في القهوه وحالات كل الناس محبي القهوه. ومحدش يقول لك تفلسفوا، ان نتفلسف في القهوه براحتنا لما يكون البن متكلف ومعمول حلو، سواء غامق او فاتح، محوج او مش محوج، سريعه او مش سريعه، يبقى براحتنا. دي مناسبه عالميه مخصوص عشان تكريم مشروب القهوه، ونشوف بقى اهميه القهوه في حياه الناس وازاي ممكن تكون وسيله للتواصل. في ناس ما بتعرفش تشرب القهوه غير مع حبايبها، في ناس ما بتعرفش تشرب القهوه غير وهي فرحانه وبتشارك حاجه حلوه مع الناس، وفي ناس طبعا بتشرب القهوه وهي متنكده عشان خاطر الدنيا كانت غامقه عليهم شويه. بس يا ترى القهوه بالنسبه لكم انتوا ايه؟ وايه مواقفكم مع القهوه؟
سيبوا تعليقاتكم عن موضوع القهوه على صفحه البرنامج، على ما نروح مع حضراتكم كده للناس في الشارع ونزلنا وشفنا يا ترى القهوه بالنسبه لهم ايه. انا عن نفسي القهوه اسلوب حياه بتظبط مودي وتفوقني، وتعالوا نشوف الناس قالوا ايه ونرجع تاني. مدى ارتباطي بيها ان انا يعني انا اتعودت ان انا اشرب قهوه، فخلاص بقيت بصحى كل يوم مثلا فبشرب قهوه. قهوه بالنسبه لي يعني حاجه يوميه، القهوه باللبن خاصه يعني، لان ما بحبش السادة. انا دلوقتي بذاكر او ورايا حاجه محدده بعملها في شغلي او في حاجه، فبشربها عشان افوق بس شويه. القهوه مفيده، بتنشط الواحد طول اليوم يعني، من الصبح الواحد بيشربها قبل ما ينزل الشغل، واخر النهار برضو كوبايه. لا بالعكس، بتظبط مودي لما اكون لسه صاحي بتاع، بشرب قهوه بفوق شويه. لا صح صح موت، منبهه شويه، وعرفنا من الدكاتره يعني ان هي مفيده للقلب، بس ما نكترش اكتر من 2 أو 3 في اليوم. لازم 4 أو 5 في اليوم كده، فرنساوي ساده سكيتو كده يعني، بس اهم حاجه من غير سكر. لازم اول ما اقوم اشرب قهوه الصبح. ما ينفعش مثلا يوم قبل محاضره ابقى رايح من غير قهوه، صعب. بتظبط الجمجمه. انا بشرب قهوه بس مش كتير، بس لما بشربها بحس انها بتخليني مفوق ومركز اكتر. اقدر استغنى عنها؟ لا طبعا. لا بصراحه ماليش فيها، بحس ان هي مش بتاثر على مودي يعني، ما بتفرقش معايا قوي بصراحه. ساعات لما بتتعبني قوي ما بشربهاش. لا اقدر استغنى عنها. لا لا ما استغناش عنها، هي كوبايه الصبح قبل ما انزل وكوبايه اخر النهار. لا انا شايف ان مش قادر استغنى عنها. لا ما اقدرش. مين ما بيحبش القهوه؟ بيتهيألي قليلين قوي اللي ما بيحبوش القهوه. ده غير كمان يا جماعه انه فوائدها للجسم رهيبه، يعني دي بتعتبر مضاد للاكسده، مهم جدا جدا للجسم، مهم جدا جدا للقلب. وعلى سيره القلب طبعا، احنا اول امبارح كان منورنا دكتور محمد عبد الهادي رئيس معهد القلب ومدير معهد القلب، وهو بيتكلم على انه القهوه اللي هو البن مش القهوه السريعه التحضير، ان هي قد ايه مهمه جدا جدا. وكان في نصيحه كمان منه انه اللي متعود يشرب القهوه سريعه التحضير يحاول كده يبدلها بالقهوه الكلاسيكيه بتاعتنا، البن الحقيقي، وما يبقاش اكتر من فنجانين في اليوم يعني. قفلنا ايه؟ بصي كل شويه تطلع دراسات تحببني في القهوه اكتر. طبعا اكتبوا لنا على الصفحه انواع القهوه اللي بتحبوها ايه، يعني في سكيتو مثلا، سكيتو دي اللي هي القهوه اللي هي بدون سكر خالص. في سياوسي اللي هي قهوه مسكره جدا، ما اعرفش بتتشرب ازاي الحقيقه، بس هي اذواق. في قهوه الجبنه، قهوه اهالينا في الجنوب، في اسوان وفي كل منطقه الجنوب. الجبنه دي ايه بقى؟ بتتعمل على الفحم وعمار. هي ليها طريقه طبعا، انا اشربها بس انا اشرب حلو جدا. والقهوه العربي اللي بيكون لونها القهوة اخضر العربي موجوده طبعاً في دول الخليج، وموجوده عندنا برضو عند اهالينا في سينا وفي اماكن كتيره. انت بتحبي تشربي قهوه؟ وفي القهوه الخضراء. لا انا بصي سترونج اندبندنت، ساده على الريحه، ممكن غامق محوج. انا بحب دايما البن يا الوسط يا الفاتح، وعلى الريحه بس بحبها بقى مش بوش يعني مغليه. اهل لبنان هم اللي علموني القهوه المغليه دي طبعا. ده حقيقي. بصي يعني لك فيما تعشق مذاهب. صحيح. كل واحد بيحب القهوه ازاي، المهم ان انا بشوف اللي ما بيشربش قهوه ده فايته حاجه، مش هقول اكتر من كده يعني، بس فايته حاجه حلوه يعني. فايته حاجات كتير. فابقى انا يعني عشان ما ابقاش يعني مكحفه وابقى دكتاتوره، بس جرب لانك فايتك حاجات حلوه كتير. طيب الخبر الخبر الجاي طبعا، احنا عايزين نوجه التحيه لكل المسنين في العالم كله، لان كمان النهارده اليوم العالمي للمسنين، والعالم كله بيحتفل باليوم ده تحت عنوان الحفاظ على الكرامه مع التقدم في السن، اهميه تعزيز انظمه الرعايه والدعم للمسنين في جميع انحاء العالم. احنا كمان مع العالم قدرنا نحافظ على حقوق المسنين، ومصر بذلت مجهود كبير جدا لدعم كبار السن او اصحاب العمر الذهبي، وفرت لهم مظله حمايه اجتماعيه ضخمه جدا اتجاوزت مليارات الجنيهات، وده بجانب سن قوانين خاصه جدا بيهم بتصدر لاول مره، وده وفق لتوجيهات القياده السياسيه. من بين الجهود طبعا دي كان اصدار قانون رعايه وحمايه حقوق كبار السن في مصر لاول مره كتشريع متكامل، بيعكس تبني الدوله للسياسات بتعبر عن او بوضوح وبشكل قاطع على وضع حقوق المسنين، وبتلزم الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان الدوله بان تراعي احتياجات المسنين في تخطيطها للمرافق العامه.
كمان الجهود بتشمل الإحصائيات الرسمية واللي بتقول إن نسبة دعم كبار السن بتوصل ل 14% من إجمالي الدعم النقدي لتكافل وكرامة بتكلفة 7 مليار جنيه سنويا، و 86% من كبار السن اللي بيحصلوا على دعم من منظومة الخبز والسلع التموينية بتكلفة 13 مليار جنيه سنويا. الاهتمام بالمسنين مش بس اجتماعيا، لا ده كمان في أقسام للطب، طب المسنين واللي اتعملت في الجامعات الكبرى عشان يكون في تركيز في التعامل مع امراضهم. بيتهيألي ده موضوع مهم قوي قوي قوي. صحيح يا مها، انا شخصيا عندي ضعف شديد تجاه المسنين، يمكن يعني طبعا الاطفال ليهم حته في القلب، الحيوانات اللي احنا لازم يبقى عندنا رحمه بيهم ليهم حته في القلب، لكن المسن تحديدا ليه في قلبي كده ضعف شديد. فيمكن النهارده قعدت ابص كده على يعني المسنين ايه اللي يعني بيتم رعايتهم ازاي في بلدنا، لقيت اخبار حلوه جدا جدا، منها ان في قانون اتصدى عليه السنه دي، ويمكن احنا من اوائل الدول اللي تعمل قانون زي ده، هو عباره عن قانون رعايه حقوق المسنين، واهم اهدافه هو حمايه حقوقهم الاجتماعيه والسياسيه والصحيه والاقتصاديه. فيها مبادرات كتيره جدا موجوده في مصر دلوقتي، منها الحياه امل والعمر الذهبي، دي يعني مبادرات خاصه بالمسنين. طبعا مشاركه في برنامج العباقره والمشاركه في الانتخابات الرئاسيه وتنظيم زيارات للمعرض الدولي للكتاب، رحلات ومصايف، كل دوت تحت يعني مظله وزاره التضامن الاجتماعي. وفي كمان حاجات حلوه جدا من اللي انا سمعتها او اللي انا قريتها النهارده عن موضوع قانون المسنين الجديد اللي مخصص لإجمالي حوالي 522 ألف بإجمالي 369 مليون جنيه مصري مخصصين للمسنين، بيعفيهم من فوق سن السبعين من المصروفات المواصلات العامة بالكامل، معفيين من أي مصاريف مواصلات عامة منها السكك الحديد مترو الأنفاق، إعفاء اللي بلغوا 65 سنة ممكن من نسبة 50% من المصروفات بتاعت المواصلات، الوزارة طبعا هي اللي بتتحمل إنها تسد هذه التكاليف عنهم. فبتبان البلاد وتبان تطورها وأدميتها وإنسانيتها وتقدمها باحترامها للمسنين قبل أي شيء. فتحية لكل الجهات السياسية والحكومية اللي قائمة على هذه المبادرات وهذه المشاريع، تحية من القلب، بشكركم بنيابة عن كل مصري بيحب بلده وبيحب المسنين أو كبار السن. أنا بقولها إن هم شباب على فكرة، مفيش حاجة اسمها كبار السن، كبار سن شكلا لكن موضوعا شباب وزي الفل. ده حقيقي، وطبعا لسنين طويله قوي للاسف فئه المسنين كانت فئه مهمشه تماما، ما كانش فيه اهتمام حتى بالمعاشات بتاعتهم بقيمه المعاشات، وكان المسن يتعب جدا عشان يعرف يوصل للمعاش بتاعه او يروح ياخد معاش يقولوا لا ده مش موجود الشهر ده، استنى الشهر الجاي. احنا دلوقتي بنتكلم ان كل الحاجات دي بقت من خلال الرقمنه، من خلال الانترنت، من خلال مواقع رسميه علشان ما يتعبوش وينزلوا ويركبوا مواصلات. فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بيهتم جدا بانه يرفع قيمه المعاشات بنسب كل على فترات علشان يقدر المسن بعد طبعا خدمته لبلده وخدمته لاولاده وخدمته لاسرته وخدمته للمجتمع يقدر ان هو يكون معزز مكرم، مش هقول نهايه حياته، احنا عايزين نقول وداعا يا جماعه للمثل بتاع لما شاب ودوك كتاب. مفيش حاجه اسمها شاب، الشباب شباب القلب فعلا. على فكره انا بشوف ناس كتير في العشرينات تقعدوا معاهم تحسوا ان الدنيا مسوده وكان خلاص بقى ما عندهمش امل في اي حاجه، والعكس صحيح. بنقعد مع ناس يا جماعه والله واصلين لل 80 وال 90 سنه، وزي ما شفنا السيده اللي عمرها 60 سنه واللي طلعت قمه جبل كلمنجارو تحتفل بعيد ميلادها. فيا جماعه لا، احنا ممكن نبدا من اي سن، ولازم يعني كل الرعايه اللي بتحصل دي والوعي ده بيوم المسنين بيؤكد على مفهوم بيرسخه في الوعي الجمعي العالمي، وهو ايه؟ ان السن مجرد رقم. صحيح. مش كده ولا ايه؟ صدق من قال السن مجرد رقم. طب يا جماعه احنا عندنا خبر مهم جدا، بنهني وبنبارك قطاع الاخبار بالشركه المتحده للخدمات الاعلاميه اللي اطلق قناه كيو نيوز للاخبار الناطقه باللغه الانجليزيه، وتم الانطلاق او يعني بالفعل هيتم الانطلاق بعد قليل. قناه كيو نيوز بتقدم خدمه اخباريه مميزه باللغه الانجليزيه وتبث على الانترنت عبر حساباتها وعلى منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، تيك توك وتويتر. واستنونا بعد قليل يعني ان شاء الله ممكن نقول دقائق وانطلاق قناه كيو نيوز الناطقه باللغه الانجليزيه عبر منصات التواصل الاجتماعي، وممكن تتابعوها يعني على تردد اكسترا لايف بدءا من الساعه 4 العصر بالتحديد، وبعد كده هيتبع يعني هتتابع بثها المباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي. يعني حقيقي خطوه في وقتها حقيقي. برافو قطاع الاخبار بالشركه المتحده، قناه
يو نيوز باللغة الإنجليزية هي الوسيلة السليمة الدقيقة المطلوبة حاليا، لأن احنا نخاطب العالم كله بمصداقية عن أهم الأخبار وأهم الأحداث. ألف مبروك. وطبعا تحية للشركة المتحدة يعني لمجهوداتها العظيمة في جميع المجالات وبالتوازي، ما فيش ملف بتمسكه الشركة المتحدة على حساب ملف آخر، وضعت الإعلام في مساره الصحيح، وطبعا هو ده التوقيت المناسب، ولأن مصر أم الدنيا، فمصر في قلب كل شعوب العالم، بتخاطب كل شعوب العالم وهتوصل لكل أطراف العالم. بعد ما كنا بنقول يا جماعة احنا بنكلم نفسنا، احنا بنكلم نفسنا ما حدش شايفنا، لا خلاص احنا بنكلم العالم كله ومن خلال كل المنصات، وبنرسخ مفهوم ان فعلا مصر هي أم الدنيا. طيب هسيبكم دلوقتي مع فاصل ونرجع مع دكتور عاصم فرج أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل. مصر ياما شافت وياما عدى عليها، وبترجع تاني تقوم من جديد. يوم 5 أكتوبر سنة 1973 ما كانش حد في العالم يصدق إن المصريين هيوصلوا للنقطة دي. في حرب 73 الحماسة كانت تشتعل على الجبهة، والأهالي في البيوت وفي الشوارع وعلى القهاوي كلهم كانوا في حالة ترقب. وينتصر جيش مصر، وينتصر شعب مصر. فجر للعرب الأحرار بعد ظلام طويل دامس، الأرض لأصحابها، والخير كل الخير لمن يزرع الخير ويرعى القيم ويحفظ الوفاء. مصر أكتوبر 73 حكاية شعب. ومرة تانية بنرحب بكل حضراتكم في الستات معرفوش يكذبوا. النهاردة 1 أكتوبر يوم الثلاث، وزي كل ثلاث ده معادنا مع الإكسلانس الأستاذ الدكتور عاصم فرج، واللي النهاردة بقى في الحلقة هنتكلم معاه عن موضوع مهم جدا، المقبلين على الجواز دي في حد ذاتها ربنا يكون في عونهم، ولكن الفحوصات الطبية اللي بتكون مهمة قبل الجواز، هل في أمراض جلدية ما ينفعش فيها جواز اتنين يتجوزوا بعض؟ ولا الطفرة الحديثة في علم الأدوية اللي بتعالج أمراض كتيرة أصبح من الممكن أنها تسهل الإقبال على الجواز بدون قلق لبعض الناس اللي عندهم أمراض مثلا معينة كانت الأول بتعمل لهم أزمة؟ الإجابات دي كلها هنعرفها النهاردة من دكتور عاصم. ومساء الورد على الورد يا دكتور، منور يا إكسلانس. ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله دكتور، مساء الفل عليك. يعني رأي حضرتك ايه بقى في الموضوع ده؟ هل هو ممكن معقد شوية؟ يمكن نقعد له كذا حلقة، بس انا ليه معقد؟ لان هو الراجل مش بده بس، في كذا حاجة تانية هتتحط في الحسبان. صحيح. انا ماليش دعوة بكل الحاجات، لكن هل في حاجة لو جه بيها نعتذر له؟ في مرض لو جه بيه نعتذر له؟ هي دي بس الدنيا اتغيرت عن زمان. خمس ست امراض يعني صفة الراجل اللي قاعد ده انا اقدر اخمنها. يعني هنبتدي بحاجة جامدة شوية، الـ HPV جامدة، لان هو اول ما قعد وتنك وا 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 قال لهم انا وش عندي HPV positive. هنا بقى يستاهل التفكير. يعني ايه نستاهل؟ ان اساسا هما مش عارفين يعني ايه HPV. طب استنى شويه هنروح نسال الدكتور عاصم وهتيجي لنا تاني يوم الخميس اللي بعد الجاي. انما تناكته مع 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 هو شكله كده. فالمهم الراجل ده بتاع ال HPV هل هو معدي؟ ايوه. الاجابه اه. الحاجة التانية، هل هو ممكن could be eliminated completely، يعني تطلع من جسمه مدى الحياة؟ الإجابة لا. ده حاجة مهمة جدا جدا جدا. طيب ده لكن في vaccines تبعدهم عن الخطر. جاردازيل فاكسين ما شاء الله دلوقتي تمنع له يقعد في أمان ويكمل في أمان
والعيشه زي ما بيقولوا يعني تبات ونبات وكده. يبقى ده اول واحد تم حل مشكلته. تم حل مشكلته. انا مش بتكلم بالتفصيل لان اكيد في ناس اقل من السن قاعدين. فخلينا نمشي واحده واحده. ده اتحلنا مشكلته. ناقص ثلاثه مهمين. مين اللي هو ذوي الاكزيما التأتبيه. هو من ساعة ما قعد عمال يهرش. والعيلة ما تضحكيش، العيلة اللي قدامه يعني ايه كل شوية لما يتحطوا في ستريس يتهرشوا. دي بنسميها اكزيما تأتبية او دراي سكين او مورث. ديت على فكرة امبارح كان اليوم العالمي لها. يعني امبارح وكان في مؤتمرات صحفية في العالم كله. جاي وراها القهوة على طول. على طول. الاكزيما التأتبية دي بقت هو بان من اول قعده هو وجزء من عيلته عندهم اكزيما تأتبية دراي سكين و و و. وهل انا دلوقتي لو هم كده نخليها لو هي حسبه فيها بلس او ماينس في الجواز او يعني حاجات كده يعني دي ماينس ليه؟ لكن هل ده بقى بيتعالج 100%؟ مش بخطورة أول مرض. دي لا ممكن طبعا ده ممكن بيتعالج وتنتهي خالص. دول بقى عندهم حاجة اسمها جاك انهيبيتور اللي هما البارسيميانت والباريتافا والألوميان. ده اللي هو قرص واحد يوميا مع علاجات كده هتوقف الهرش نهائيا ويبقى كنترول على المرض. إنما ده تاني عريس عايز ديسكشن تاني نوع من العرسان او الامراض. لكن هو هل احنا لو سيبنا الموضوع ده في سؤال مهم هو مورث؟ ده يمكن انا اهم سؤال. طب ثانيه واحده بقى، لو هو مورث هنقول الاثنين ما يتجوزوش بسبب الموضوع ده؟ ما انا قلت لحضرتك فيها فاكتورز كتيره. انا شغلتنا فاكتور واحد. يعني هل هو وعنده 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 فيلا اوبا انت بتعمل حاجات كتيره ده هيتبلع اي حاجه في السكه. يبقى عشان كده يا جماعه فكره ان احنا نعمل تحاليل قبل الجواز ما يبقاش القلب شغال لوحده ونودي اجيال جايه يعني نزعلهم او نزعل عليهم. فكره التحاليل قبل الجواز في كل الامراض طبعا على راسها الامراض اللي ليها علاقه بالامراض الجلديه دي مهمه جدا. الا لو في فيلا وعربيه. عايزه انوه بس يا دكتور ان احنا على صفحتنا البوست بتاع حضرتك بوست دكتور عاصم فرج على صفحه الستات ما عرفوش يكذبوا اللي بيجي لنا عليه ما شاء الله الاف الاسئله عبر الاسبوع. ملايين يا باشا. الله اكبر في عيني. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا ناخد اجابات يا جماعه بس اعذرونا ولكن ان شاء الله يعني دكتور عاصم يجاوبنا قد ما يقدر. طيب اتفضل. ده تاني؟ تاني ولكن السؤال هو مورث؟ نخليها نقول احتمالات التوريث عاليه. لان هي اول كلمه هيقولوها لك يا دكتور عاصم البني ادم ده جن البنتين امبارح او اول امبارح ويعني ماسكينه كده من قفاهم. ده هو اللي عنده ده معدي؟ لا طبعا ما انا عمال بكشف عليه. مش معدي ده نمره واحد. لكن يورث؟ قلت لها هو انتوا عندكم؟ قالت مش عارفين حاجه طبعا. الجلد الجاف، الجلد الجاف هو بيتعالج بسهوله بالترطيب. الجلد الجاف الالوميانت والترطيب ده بتاع اللي هي استخدامات الترطيب العالي الصراحه بتحل المشاكل. انما حاسبه من الاطفال لما يكون عندهم ويروحوا المدرسه علشان العيال الصغننين بيتنمروا بيهم. يتنمروا جامد لما ينزل عليه العرق ويبتدي يهرش وبتاع. دي الاكزيما التأتبية. طب انا دلوقتي بنتي جايه لي، بنتي ليه؟ انا جايه لي عريس. الاكزيما التأتبية اتكلمنا عنها، هل الصدفيه؟ نقول لك مبروك حضرتك. يا من بقك لباب السماء. الصدفيه الورديه البهاء والارتكاريا دي امراض برضو يعني لازم ادقق فيها لو العريس قال لي انه بيعاني بحاجه منها؟ لا خالص. ارتكاريا ايه؟ ده هي طنط عندها صدفيه ورديه بهاء ارتكاريا. لا انا اصل انت جمعتيهم كتير. الارتكاريا ولا حد يفكر لانها فتره في العمر. شوفي الفرق. فتره عمريه. ديت جت او راحت او هتيجي وحساسيه. الرجي انهي واحد بنسميه تايب 1 حابه اشرح لكم هالكو دي. هو انا اللي بيجي لي ارتكاريا لما حد بيتقدم تقريبا. يس وخصوصا لو هو يعني غتت. ايوه
هو دي. لو هو غتت واخنف وبتاع واحول وكده هيبقى صعب قوي، انما اللي احنا عايزين نقوله كنت معانا ولا ايه؟ انما احول بكل ده، انما ما عندوش ارتكاريا ما شاء الله. فالمهم الارتكاريا دي not to be considered، يعني ايه؟ ما تتخدش في الاعتبار. اللي مهم جدا اكزيما التأتبية يتم علاجه دلوقتي بسهوله ويسر. وقبل ما يروح يتقدم، يعني عامل يا بنت عم قبل ما بيروحوا الفرح ولا بتاع، العروسه بتوضب نفسها توضيبه جامده جدا. يبقى انت بس خد بالك من كده، عيان الصدفيه هو ده اللي عايز كتير، لان هو بقى بيخف لدرجه انه نسي ان كان عنده صدفيه. نسي بس وهو في النص كده، والتصارح الرهيب اللي بيحصل في اول قعده، قال لهم يا جماعه انا كان عندي صدفيه. يعني هو لازم يقول ده اساسي لو افتكر. ده لو افتكر، لكن لو تناسى او نسي او تناسى ضروري يفتكر. ليه ضروري يفتكر؟ لان هو البيولوجيكس دول بيخففوا تماما، هينسى، ودي حقنه كل 3 شهور. هل دي وراثه صدفيه؟ ايه وراثه؟ هو انا كنت خايف ان انت تسال السؤال ده. هو فيها عامل وراثي لكن مش وراثي جامد. يعني ايه؟ بنسبه كام؟ لا لا ما هياش بالنسب، بالجينز يعني كذا كذا، انما فيها عامل وراثي. طيب عايز اسال حضرتك على حاله انا شفتها كانت غريبه جدا، بس كانت في راجل، انا ما اعرفش هي بتيجي للستات ولا لا. الرجلين كلها والدراعات كلها عامله زي كانه جلد تمساح. يعني في قشر كتير وشكله مقزز جدا. عندك عياده طبعا. ايه ده؟ عندك عياده. ما هو اللي انت تشوفي ده يبقى عندك عياده. ده اسمها اكسيوزز. اكسيوزز يعني السمكيه. اوكي. السمكيه. طب هل هو ده بقى نحطه العريس السادس؟ هيخف منها؟ لا. مش هيخف منها. هل ده بياخد علاج؟ بياخد اسيتريتين. والاسيتريتين كل ده هيتقشر. كل ده هيتقشر ويبقى شخص تقريبا عادي مع شويه ترطيبات اللي هي الزيموز و و و و والحاجات دي كلها بيخف منها. بس يعني ده واضح الرؤيه. ليه واضح الرؤيه؟ لان من ساعه ما فتح الباب وجاب معاه شوكولاته وكده خلاص بقى. ده وراثي طيب؟ فتره ايه؟ بتسال ما هو وراثي يا دكتور؟ ايه؟ بتقول لحضرتك هو وراثي؟ يا نهار اسود، ده ابو الوراثه. ده محطوط في الامراض الوراثيه. تمام. يعني ايه محطوط في الامراض الوراثيه؟ مش في عامل وراثي؟ لا، احنا بعد شويه هنبقى عارفين. ده اول باب في الكتاب. اول باب في الامراض الوراثيه اللي هي اكثيوزز او السمكيه. طب ده لو جه للستات يبقى صعب قوي. لأي حد والله، ده يبقى غلبان الله يكون في عونه. دكتور احنا بقالنا فتره كده ما شاء الله بنستبشر بيك، كل ما بتجي لنا حلقه بتكلمنا عن احدث العلاجات الجديده اللي كانت بالنسبه لناس كتيره امل وتحقق على ارض الواقع. هل في حاجات جديده ان شاء الله كده نقدر نتبشرنا بيها في العلاجات؟ البهاء، يا نهار اسود، البهاء والثعلبه. البهاء والثعلبه بصفحه بتطوى. انا يعني بحب اقول الكلمه دي خصوصا الثعلبه. صفحه تطوى يعني هتبقى في خبر كان. يعني ايه صفحه تطوى الثعلبه؟ يعني انا لو جه برضو عريس من العرسان عنده ثعلبه في دقنه وهنا عنده كده، ولا تتهز يا طنط، ده فتره عمريه وانتهى الموضوع. بياخدوا بقى الجاك انهيبيتور اللي هم هدول بقى قرص واحد بارسيميانت 4 مللي جرام او الباريتافا واحد بس يوميا، هتلاقي الدنيا تتحسن بشكل مرعب مع الدكتور. لانها ليه مع الدكتور؟ هيبتدي يشوف له بالديرموسكوب في نشاط ولا غير نشاط. انما ما حدش يتهت من منظره، ده سهل العلاج جدا 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 جدا. يعني ساعات هنركز في اخلاقه، ملناش دعوه بالبيت. نشوف اخلاقه ما شاء الله على هو على خلق. طب ناخد من الصفحه بقى اسئله ولا ايه؟ الصفحه ما شاء الله يعني ملايين على رايك. طيب في سؤال من ام احمد بتقول لك دكتورنا العظيم الاكسلنس من فضلك، حضرتك قلت دواء الهرش، ارجوك قول اسمه تاني. حاضر والله انت تؤموري. اسمها ايه؟ ام احمد. ام احمد. ام احمد الغاليه. ام احمد في ادويه منها رخيصه وادويه غاليه. هقول لك ارخص حاجه فيهم باريتافا او بارسيميان. لما هقول لك ده بس ضروري اقول لك السعر عشان ما تتخضيش وما تشتميناش من ورانا. 1800 جنيه في الشهر. وهو قرص واحد يوميا.
الاوريجينال ده، يعني عشان بعض البرامج امبارح كانوا بيتكلموا على الاوريجينال والجينيريك. الاوريجينال بتاعه حاجه و40 الف جنيه وبتاع. يا ساتر يا رب. ده يعتبر بقى يعني الجديد جينيريك. الجديد ده طبعا الجينيريك بقى فظيع، فده يوقف الهرش لو انت عندك اكزيما تقاتبيه مش اي هرش، يعني مثلا ما حدش غلب، لو انت عندك اتوبيك ديرماتيتس او اكزيما تقاتبيه. طيب في جايلان ثروت برضو من على صفحتنا بتسال حضرتك، بتقول لك دكتور انا عايزه علاج لحبوب الوجه. دي سهله، لو هي جايلان نسلم عليها. دي اكني، اكني عندها هي كام سنه، متجوزه ولا لا، او هتتجوز او هتجيب نونو ولا لا، الثلاث حاجات دول مهمين. وعندها تحليلات في بنديهم ايزوتريتينوين، والايزوتريتينوين دول مهمين جدا. بتاخد حبه بعد الاكل مرتين في اليوم لو حسب الوزن. انما نعمل تحاليل وتلاقيها ديت الدنيا، تلحق تعالجها قبل ما تحفر. اوكي تمام. قبل ما تحفر، لانها لو طب هي هتعرف منين انها هتحفر ولا لا؟ بص على ماما وبابا. بابا وماما عندهم حفر لانها جات لهم من زمان، يبقى انت بيسموها مش انت يعني. سكار برون. سكار برون يعني ايه؟ يعني عندها استعداد للحفر. اتفضل يا طيب. يا دكتور إيمي رضا بتسال سؤال على فكره انا شفته متكرر كذا مره على الصفحه، بتقول ايه الفرق بين الريتينول والايزوتيتينوين؟ لان الريتينول منتشر في الاسواق وبستخدمه عادي الريتينول، وايه هي من منتجات الايزوتيتينوين او التريتينوين اللي ممكن استخدمه في البيت من غير ضرر او استشاره طبيه؟ دي إيمي رضا. إيمي ازيك يا إيمي؟ ما لهمش علاقه ببعض. انا كنت نفسي اقول بس طبعا انت تشابه اسامي. يعني الايزو ده اقراص، طقم تحاليل واحتياطات ودكتور وكده. ما ده في فارماسيوتيكال دراج وفي كوزموسيوتيكال دراج. وفي معلش استحملوني دي دقيقه، ان ليبل واوف ليبل. الدواء ايزو ده دواء، ده فارماسيوتيكال يعني دواء يتاخد باشراف الطبيب. لازم. انما ده يا ايمي ده بيتاخد لما زي ما قالت لنا حب الشباب، حاجات كده ورديه، بشره رأس. دهنيه. كل ده سيبوريك درماتايز اكزيما بتاع كل قشر بتاع ده يتاخد قرص واحد بعد الاكل تحت اشراف الطبيب. لازم دكتور في الايزوتريتينوين او كل مشتقاته؟ طيب هو الايزو الايزو ولا ايزو مش كل مشتقاته. ايزو بس. يعني ايه ايزو بس؟ طيب التاني بقى الريتينول، ادويه كتيره في السوق فيها الريتينول بالاسم وبالشبه، يعني من اول اللي هي البرطمانات دي كلها دي الصراحه كريم او سيرم. وبقى في مصيبه البنات الصغيره عايزين يستعملوها 10 سنين و12 سنه. شويه بدري. شويه بدري. انا الحاجات اللي بدري حتى انا دايما اقول لهم اللي هي حلوه البدايات وكده، دول عايزين يقلدوا طنط وبتاع وخالته وعمته وده. يعني حلوه البدايات وكله حلو، بس ما يستخدموش حاجه الريتينول وكده. يستخدموا لهم حاجات على فكره ال ايفر يوث وبتاع، دي معموله للي هي التين ايج، يعني التين ايجر دي ويعملوها كده هتعمل لها تورد وبتاع، لكن بلاش نقلد خالته وعمته وماما. الريتينول لايه عشان تفهم إيمي رضا؟ الريتينول ده عشان ايه؟ ده بيعمل يعمل هيلثي سكين يعني ريجوفينيشن. يعمل تنشيط للجلد. بيعمل تنشيط ليه؟ لانه جوه الكومبوننت، والاهم من كده وكده وكده وكده، بيبقى معاه دايما هيالورونيك ويساعد على التجاعيد البسيطه اظن الفاين رينكلز. بس هي برضو فاين رينكلز معاها بقى دلوقتي بنعمل سكين بوسترز. يعني الريتينول لو اتاخد بالليل سكين بوستر ده مره كل شهرين، في منه 3 4 انواع. انما لما بتتاخد كده وبتاخد كده بتلاقي الدنيا وردت خالص. وحتى من اسامي السكين بوسترز بينفع للطقم اللي انت قلت عليه بتاع الشباب. يعني بتاع الشباب ده اول حاجه هتعملها ان عملت سكين بوست. طيب احنا عايزين طبعا نقول لمشاهدينا ان احنا طبعا في رسائل كتير جدا يا دكتور، بس طبعا الوقت جري بينا جدا جدا، فبنعتذر واكيد هنعوضها لكم. دكتور عاصم فرج عارف الاكسلانس بتاعنا ان الوقت، النضاره وقعت، الوقت الحلو
بيخلص بسرعه. ده حقيقي. فنورتنا دكتور عاصم فرج، وان شاء الله الثلاث اللي جاي تكون منورنا، ونكمل كلامنا في كل ما يعني يخص ويتعلق بمشاكل الجلديه والشعر عن محاكي. ده انت تؤمري يا هدى، تؤمره منور، تؤمري. لا ده انت والله اقوم اجيب لك. لا والله هجيبها انا. فاصل سريع، فاصل سريع، نجيب النضاره ونرجع تاني. خليكم معانا. حضراتكم من جديد. ومصر والقوات المسلحة المصرية بتحتفل بذكرى انتصار 6 أكتوبر 1973، ولما نجح رجال القوات المسلحة من العبور إلى الضفة الشرقية لقناة السويس، وقدروا كمان أن هم يحققوا أكبر انتصار في العصر الحديث، واستعادوا أغلى بقعة على الشعب المصري وهي سيناء الحبيبة. حرب أكتوبر هي الحرب العربية الإسرائيلية الرابعة، واللي شنتها من مصر وسوريا على إسرائيل عام 1973. الحرب بدأت يوم السبت 6 أكتوبر 1973 بهجوم مفاجئ من قوات الجيش المصري على القوات الإسرائيلية في سيناء وخطة الخداع الاستراتيجي. ومن الناحية الثانية كان الجيش السوري على القوات الإسرائيلية في هضبة الجولان. كل العمليات دي كانت وسط دعم عسكري واقتصادي من بعض الدول العربية. نرجع تاني نقول خطة الخداع الاستراتيجي كانت هي مفتاح النصر بحق، واللي من خلالها اتحققت مفاجأة كاملة لإسرائيل والولايات المتحدة بكل إمكانيات استخباراتهم، وكانت خطة شاملة تمت على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية. المحصلة بتاعتها هي خداع العدو عن وقت بدء الحرب. ونقولها تاني، 6 أكتوبر يوم النصر، يعيش الجيش تعيش يا مصر. إدارة الشؤون المعنوية أطلقت شعار الذكرى 51 لانتصارات حرب أكتوبر بعنوان حكاية شعب. طبعا ده تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بهذه الذكرى الوطنية المجيدة. تحتفل مصر والقوات المسلحة بالذكرى 51 لنصر 6 أكتوبر، واللي حققت فيها مصر في حرب أكتوبر معجزة بكل المقاييس. معجزة هتفضل خالدة في وجدان الشعب المصري وفي ضمير الأمة العربية بأكملها. وكان يعني جيل كامل من حرب أكتوبر قام برفع راية الوطن على ترابه المقدس، وأعاد للعسكرية المصرية الكبرياء والشموخ في النصر العظيم. ولا يمكن أي إنسان على وجه الأرض ينسى اليوم ده، يوم النصر لكل المصريين ولكل الأمة العربية. يعني بإذن الله عندنا ثقة كبيرة في يعني امتداد وتحقيق أمجادنا وانتصاراتنا على مدار العمر اللي جاي كله. حضراتكم من جديد، وموضوع مهم جدا هنتكلم عنه النهارده. وبنبدا وبنقول ان قال تعالى في كتابه العزيز: كلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. وقال: والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، صدق الله العظيم. من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اسالك القصد في الفقر والغنى.
عايزين نتكلم النهاردة على إن إزاي المسلم مأمور بالترشيد، وإزاي الترشيد ده مطلوب في كل الأحوال، غني كان أو مش غني. إيه اللي قصده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف بالقصد؟ وإيه عقاب رب العزة للمصرفين في الحياة الدنيا والآخرة؟ وعن ثقافة الترشيد وواجب كل مسلم. يسعدنا جدا يكون ضيفنا معانا في الفقرة النهاردة فضيلة الشيخ أحمد رمزي الواعظ بمجمع البحوث الإسلامية. وأهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا وكل عام وانتم بخير. اهلا بحضرتك ومنور الدنيا كلها. ويمكن ده موضوع مهم، لان في ناس بتبقى فاكره ان الامر بعدم الاسراف هو شيء مختص بالغني فقط او اللي ظروفه كويسه، ولكن عدم الاسراف ماديا وفي امور كتيره هو امر الهي يعني لكل البشر، سواء كان مستوى المادي كويس او عالي او على قد حاله. فعايزين نشرح الجزئيه دي للمشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية لابد أن نوضح أن التوسط والاعتدال هو مبدأ إسلامي، صحيح، وخلق إسلامي قويم رفيع. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هناك فارق بين أن يكون الإنسان أن يستهلك الإنسان السلعة وبين أن تستهلكه السلعة، صحيح. يعني أن يكون الإنسان هو المستهلك. فعندما يكون الإنسان هو المستهلك يعني يبني رغباته على الملذة وعلى الشهوة وعلى المنفعة وعلى المصلحة الخاصة، ولا ينظر إلى مصالح الآخرين، إلى مصالح المجتمع، إلى مصالح الوطن، إلى مصالح الآخرين، ويفكر عندها بتفكير سطحي أو عقل مادي أو ما يسمى بالعقل الإمبريالي، فيفضل مصلحته الشخصية ومنفعته على مصلحة الآخرين. الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن عدم الإسراف وتحدث عن القصد والاعتدال في الأكل والشراب وفي اللباس وفي كل مناحي الحياة، قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، يعني الذي يفعل أو يقوم بالإسراف في طعامه وشرابه هو من المسرفين ولا يحبه الله تبارك وتعالى. بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا المعنى فقال: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا من غير مخيلة ولا إسراف. يعني الإنسان غير مطالب أن يعيش في حالة من الإنزواء أو الإنطوائية أو الفقر أو العوز أو الحاجة، ومع ذلك مطالب إن كان فقيرا أو غنيا مطالب في كل حالاته بالقصد والاعتدال، لأن القصد والاعتدال كما قلنا مبدأ إسلامي وخلق قويم كريم بنى الإسلام العظيم بني عليه، فلا إفراط ولا تفريط. حتى في العبادات، في الصيام، في الصلاة، الإسلام بنى هذا المبدأ اللي هو مبدأ التوسط، لا إفراط ولا تفريط، لا تشدد. بنى في الصيام من كان مريضا فأباح الشرع الحنيف له أن يفطر، من كان مريضا أو مسافرا أو حامل، امرأة حامل أو مرضع أجاز لها الشرع، حتى الصلاة أن يجمع الصلاة أن والصلاة الجمع في السفر والقصر في السفر، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالمبدأ الأساسي في الإسلام هو التيسير لا التعسير. طيب فضيلة الشيخ، يعني خلينا دايما نقول برضو الله سبحانه وتعالى قال: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إزاي أنا أكون كده عندي المقياس بيني وبين نفسي إنه ما بقاش بخيل وفي نفس الوقت أكون معتدل؟ يعني حضرتك ممكن تدينا مثل للشخص البخيل والشخص المعتدل، لأنه في ناس بتوصف بتبقى بخيلة تقول لك: لا أنا حريص مش بخيل، هو بخيل. نعم. فعايزين بس يعني علشان برضو الواحد ما يقعش في فخ ان هو عايز يعتدل فيوصل لمرحله من البخل يقول عشان ما يبقاش مصرف. نعم، هو القران الكريم او الحاله القرانيه بينت هذا التوازن بين البخل وبين الاسراف. يعني والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام، القوام اللي هو التوسط والاعتدال. إذا أنفق ماله لم يسرف له مجاوزة الحد، فينفق في يعني في حاجاته وما زاد عن احتياجاته وحاجاته الأصلية، صحيح. ولم يقتر بخيل شحيح
في متطلبات أساسية من الطعام والشراب واللباس له ولأولاده ولأسرته ولمن يعول، فنجد أنه في عنده بخل، عنده شح. هذه النسبية يعني بنقصها مثلا، أما نجد أنه مفرط في أسرته، في حياة، في أولاده، في دراسة أولاده، في متطلبات أولاده وزوجته وأسرته، فهذا بخل صحيح. مذموم. والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من البخل. الغني اللي عنده سعة مادية ازاي ما يكونش مسرف؟ لا، الغني عنده سعة مادية هو كما قلنا ده مبدأ وده خلق مطالب به الفقير والغني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه: وأسألك القصد في الغنى والفقر. الغنى والفقر، فالقصد اللي هو التوسط والاعتدال أو ترشيد الاستهلاك بالمعنى المفهوم اليوم، ترشيد الاستهلاك لأي إنسان كان فقيرا كان غنيا، لأن الغني والفقير ملتزم بتعاليم الإسلام أو ملتزم بالمبادئ الأخلاقية. الشيخ أحمد رمزي، احنا عاوزين نستغل وحك معانا فضيلة الشيخ، يعني ننوه ان احنا على صفحتنا على الهواء، وفي الفقرة دهيت احنا لايف معاكم، لكل اللي عنده أي أسئلة يحب ان هو يعني يستغل وجود فضيلة الشيخ أحمد رمزي الصباغ الواعظ ومجمع بمجمع البحوث الإسلامية لأي سؤال عندنا. طب في هنا بقى جزئية، ويعني ايه يعني وسع صدرك كده للسؤال ده بعد اذنك مولانا، وحتى لو حد من الجمهور برضو ممكن يختلف معايا. بعض الناس اللي يمكن ظروفهم على قدهم، حالتهم الماديه مش بسيطه يعني مش عاليه، تلاقيهم يقول لك طب ما احنا اصلا الدنيا غاليه والظروف صعبه على مستوى العالم كله في كل البلاد، وانا يعني مثلا هم شويه السكر هم دول اللي فيهم اسراف، هم شويه مش عارفه الشاي هو اللي فيهم اسراف. بتلاقي ان في فئات من المجتمع بتسرف جدا في شرب الشاي والقهوه، ولدرجه بيوصلوا ان هم عندهم في الاجيال بتاعتهم سمنه مفرطه، امراض ليها علاقه بالسكر وكتر شرب الحاجات دي. انا بتكسف اقول ده لانه يقول لي انت مش حاسه بينا، وايه يعني ما انت عشان ما ولا انت عندك حاجات، ومش انا مش قصدي كده، انا قصدي ان حتى الاسراف في حاجات تكاد تكون بسيطه بس بتضرهم صحيا وبتضرهم من كذا اتجاه. نعم. ده رايك فيه ايه؟ الناحيه الدينيه، الشريعه الاسلاميه بنيت على المصلحه، فالشريعه مصلحه كلها، عدل كلها، حكمه كلها، رحمه كلها، عطف كلها. اي قضيه خرجت من الرحمه الى القسوه، او من الحكمه الى خلافها، او من العدل الى الجور، فليست من الدين ولو ادخلت عليها الف تاويل وتاويل. فليس المقصد بالغنى والفقر كما قلنا، والنبي قال اللهم إني أسألك القصد في الفقر والغنى. صحيح. الرابط أو جوهر الأمر في عدم الإسراف، الوسطية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل بمدين، أو يتوضأ بمدين، والمد حفنتين من الماء. بس على فكرة في ناس عندها تعليق على ده يا دكتور، مثلا يا فضيلة الشيخ بتقول انه طبيعة البيئة كانت صحراوية، فأوريدي الماء هناك يعني مش، فكان لازم. وضح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما أطلعه الله عليه من غيب، وصلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فبين لما سيأتي بعد ذلك. قال يا سعد، أما وجده يتوضأ ويسرف في الماء، قال ما هذا الصرف؟ قال يا رسول الله أفي الوضوء صرف، يعني إسراف. قال ولو كنت على نهر جار، يعني ولو كنت تتوضأ على نهر، لو كنت تتوضأ تحت الحنفية أو تغتسل تحت الدش، فهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضح ردا على الكلام، ردا على الكلام اللي الناس بتقوله على لسان مها، وضح حدود يعني. طب خلينا نقول المسرف يعني هيكون عقابه إيه في الدنيا والآخرة؟ المسرف عقابه من جنس عمله، لأنه لم يحافظ على ما أعطاه الله من نعمة. طب بمعنى النعمة تقتضي الشكر. طبعا. والمال نعمة لابد من المحافظة عليه وعلى صيانته، وعن أنفق بمقدار، وأن إن كان هناك شيء متوفر يعني أتركه لما سيأتي من الزمان. قال الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. يعني البخيل الذي يجعل يده مربوطة إلى عنقه فلا ينفق على من يعول، والذي يبسطها كل البسط فيسرف في ماله أو في الموارد أو في ما أعطاه الله من نعم، فتقعد القعود معناه أنه يعني عديم الحركة، ليس منه منفعة، ليس معه ما يقوت نفسه وأولاده أو ما يتحرك به، فتقعد ملوما يعني يلومك، وأول ما يلومك هو أو من تعول من أولادك وأسرتك، فتقعد ملوما أو أنت تلوم نفسك
محصورا محصور يعني يقال ايه بعير محصور لا يستطيع الحركة او الحمل عليه، فأصبحت محصورا لا تستطيع الحركة. أيوة. وليس ما معك ما يجعلك تسعى وتضرب اللي هو الأرض. حتى ابسط الحاجات اللي هي ممكن تدي لك الطاقه انك تتحرك يعني او تبتدي تسعى في الارض. الاسراف في المشاعر بيخلي ممكن المحيطين بيك يلوموك، حتى لو الاسراف في التدليل والمحبه بيجيب مشاكل. لا ده يتمروا فيكي يستغلوكي. الاسراف في كل شيء، الاسراف في المدح، الاسراف في العقاب، الاسراف في العقاب، الاسراف في الغضب. يعني اصل دي جزئيه حلوه يا دكتور ان احنا نتكلم مش بس عن الاسراف في الاكل والشرب، وهن لسه هنكمل فيها، لان كان في حديث لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام صلحوا لي لو انا غلطانه، اللي هو ما معناه ان المعده نفسها اقسمها تلت للاكل وتلت للشرب وتلت للنفس. بس جزئيه الاسراف في المشاعر سواء كانت ايجابيه او سلبيه ليها اضرار كبيره على الشخص وعلى المحيطين بيه. ايوه طبعا، الاسراف حتى في المشاعر، حتى المشاعر اللي هي الغضب، اللي هي الفرح، اللي هي الحزن، اللي هي المدح، اللي هي السراء، اللي هي الضراء، اللي يسرف على نفسي على من حوله بهذه المشاعر بيترتب عليها اضرار عظيمه. بيقول لك ما حدش طلب منك تدلعنا قوي كده، انت اللي عملت كل ده بزياده. والله انا شفت اولاد حتى في تربيه الاولاد، يعني الاسراف في تدليل الاولاد او في الحده معاهم بامر عكسي او في الحده والعقاب. بياتي الطفل يعني يصبح عنده امراض نفسيه معقده والعياذ بالله. تحدثنا عن جزاء المسرف في الدنيا، جزاء المسرف في الاخره. في الآخرة وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك من المترفين. يعني وصل تجاوز الحد من الإسراف ومجاوزة الحد عن الحد المعتاد عن الشيء، فتجاوزوا الحد بالإسراف وإنفاق المال في غير الاحتياجات الأساسية، فما جزاؤهم في الآخرة؟ في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. لماذا يا رب؟ إنهم كانوا قبل ذلك أي في الدنيا من المترفين، كانوا في حالة من الإسراف والطرف والعياذ بالله. طب أخيرا فضيلة الشيخ، إيه النصيحة اللي حضرتك توجهها لكل أب وأم علشان يربوا أولادهم على قيمة الترشيد؟ الشيء الأول هو القدوة، التربية بالقدوة. صحيح. يعني مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه، فقال عالم على ما تختالون، قالوا بدأت ونحن مقلدون. يعني وأيضا صدق من زكان قال زكانا رب البيت بالدف ضاربا وينشأ ناشئ الفتيان منا، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. صحيح. على فكرة أحيي حضرتك على الموضوع ده، لأن للأسف في أبهات وأمهات فاكرين أن التعليم أن أنا أقعد أتكلم وأقول كلام وأقول كلام ومش مهم أنا تصرفاتي عاملة إزاي. أوعى تكذب وفي لحظة يجي تليفون قولوا لهم مش موجود، قولوا لهم نايم. التعليم بالقدوة وبالمثال أفضل بكثير من التعليم كما تفضلت بالضرب أو العقاب أو بالشيء النظري. فنربي أبنائنا على أن ترشيد الاستهلاك وعدم الإسراف في كل شيء هو سلوك حضاري. نربي نفسنا عشان نعرف نربي أبنائنا. نبدأ نحن أولا أمام أبنائنا في بيوتنا حتى يتعلم الأبناء والأولاد منا ترشيد الاستهلاك وعدم الإسراف والخلق القوي. ده خير ختام طبعا وخير كلام لهذه الفقرة. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ أحمد رمزي الواعظ بمجمع البحوث الإسلامية. بشكرك. شكرا جزاكم الله خيرا وبركة. مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة تانية. احنا هنا حوريات، ولو اثر البكا والحزن فضل في عينيكي إلينور مش هتسيبك في حالك، هتقتلك زي ناس. تقتلني ليه بتتكلم على جده بعد كل اللي بيعمله علشاننا؟ كبير على البهدله دي. لا جدك ب 100 راجل. صوره صحاب مع بعض عادي. هو انت فاكرانا عيل هبل؟ دي مش صوره صحاب مع بعض. قالت لك ايه؟ إلينور هتقتل يحيى. ايه؟ طب مش هتقولي اي حاجه لإلينور؟ ابدا ابدا. وعد. يعني نجمة شابة بسنت أبو باشا اللي قدرت إنها تطور من موهبتها بشكل كبير وفي وقت قياسي، وشاركت في مسرحيات كتيرة، ودي يمكن كانت بدايتها مع عالم الفن بتشارك. ولكن من 2019 بدأت ورش تمثيل، لكن نقدر نقول إن وش السعد على بسنت أبو باشا كانت في 2024 وبدايات حلوة ليها، ومشاركتها في 3 مسلسلات يعني سايبين بصمة: عتبات البهجة، محارب، والحشاشين.
طبعا الحشاشين اللي كلكم يعني لو تابعتوها زي شفتوا دور الجارية القمر اللي كانت تظهر في الأحلام كواحدة من الحور العين، عن أعمالها وعن رحلتها في الفن اللي يمكن لسه صغيرة أو قصيرة، بس إن شاء الله نتوقع لها مستقبل باهر، وحياتها الشخصية والجمل اللي قالتها كده وإحنا بنتفرج على الفيديو بتاعها اللي أنا هسألها عنها دلوقتي. نرحب الأول بالجميلة باسنت أبو باشا، منورة الدنيا يا باسنت. بنورك. منورة الدنيا يا باسنت. وإيه بكره نفسي دي؟ شفتيها بتقول إيه؟ إحنا بكره نفسي ليه؟ بتحبي تشوفي نفسك ليه؟ يا لا أنا بتكسف جدا ومش بحب أتفرج على أي حاجة أنا بعملها. يعني انت عارفه ان في نجوم كتيره من النجوم الكبار دايما يقولوا الحته دي دي بدايه مبشره بجد. ايوه طبعا حاجه غريبه. فسنت اهلا بيكي، وانا عايز اقول لك انا انبسطت جدا لما عرفت ان انت ضيفتنا النهارده حقيقي. وانا كمان يعني وانا والله بجد بجد. فاحنا عايزين برضو نقول للمشاهدين انه باسنت منتج مصري 100%، عشان كنت لسه بقولها ملامحها ايطاليه قوي يعني، عارفه ازاي. طيب خلينا بقى في البدايه نتكلم عن قصتك مع التمثيل. يعني انت بدأتي من 2019، هل درستي تمثيل ولا لا غير الورش؟ طبعا بدأتي من 2019 لحد 2024، فعايزين نعرف بقى حدوتة التمثيل معاكي. يعني اكتشفتيه ازاي؟ الأهل في البيت كانوا بيشجعوكي ولا مش بيشجعوكي؟ وحفلات المدرسة وذكريات حفلات، يعني كلمينا كده عن الحدوتة. طبعا من وانا صغيرة جدا في المدرسة، الحفلات اللي هي بتبقى في آخر السنة دايما كل سنة بيعملوا مسرحية وكده، فانا كنت ببقى يعني مشاركه فيها. يعني فانا بحب من وانا صغيره المسرحيات، ووقوف على المسرح والاستعراضات، وبعد كده ماما دخلتني باليه فبنعمل حفلات. فبعد شويه عملت حفلات طلعت في التلفزيون، بعد كده اعلانات، يعني موديلنج، فيديو كليبس، خدت ورش تمثيل من 2019. جت كورونا بقى قعدت، بعد كده كورونا خلصت عملت مسرحيه، بعد كده بدات بقى ايه ادخل دراما بقى تلفزيون وكده. عملتي السندريلا وانت صغيره، مسرحيه سندريلا، وبعدين في برضو نقله حلوه قوي على الباليه. مش كده؟ احنا كان عندك 5 سنين وقت الباليه. كان باليه اوبرا ولا الباليه الكورسز؟ باخد كورسز. بس هي ايه، اول مره دخلت كنت مبسوطه قوي، وبعد كده شويه قعدت اعيط مش عايزه اروح، كان صعب بقى واللي هو بس هو على فكره ما شاء الله فارق معاكي، لانه اولا ليها طله بهيه كده ما شاء الله. شكرا. بيقولوا عليها ايه، فرعه فرعه بالشكل الجميل، باليرينا على راي يعني زمايلي جوه في الكنترول. باسنت يمكن انا كنت منتظره تقولي مثلا مامتي ليها علاقه بمجال الفن، او بابايا، او بصي ما شاء الله الصور تجنن بجد يعني. مين الرول موديل ليكي في الباليه؟ نيلي كريم طبعا بحبها جدا. عشان باليرينا زيك طبعا. مستعرضات شريهان طبعا اسطوره. طيب انا عايز اعرف اكتر عن باسنت ابو باشا. مين باسنت؟ يعني درستي ايه؟ الكليه اللي اخترتيها ودخلتيها، حياتك قبل ما تحترفي الفن؟ انا اعتقد خلاص انت في مرحله الاحتراف يعني شويه، مش كده؟ يعني ناويه باذن الله. فانت دارسه ايه؟ احكي لي عنك، انا الاسره، عن حاجات الناس تحب تعرفها دي. يعني احنا بيت ملوش يعني اي علاقه بالفن خالص. انا عادي متخرجه من تجاره انجلش عن شمس. ايوه. وكنت شاطره جدا في الجامعه على فكره، يعني بجيب يعني اكسلنت وكل حاجه. بس انا مش حابه الدراسه. بس دخلت الكليه دي عشان هي اكتر حاجه يعني تفتح لي مجالات كتير في الشغل بعيدا عن التمثيل، لان انا ما كنتش ساعتها واخده التمثيل كمهنه، وكانت لسه موهبه. والاهل كانوا مرحبين بموضوع التمثيل ولا كانوا برضو قلقانين ما تركزيش في الدراسه مش عارفه ايه؟ هو ده. مش انا اللي هقول، قول. هو ده. يعني اثناء الجامعه كنت باخد ورش بس، فكنت باخدها كايه يعني كفن وكده. بعد كده لقيت نفسي عايزه امثل وعايزه. مين اللي كان داعم ليكي اكتر في الفن، ماما ولا بابا؟ لا ماما طبعا. يعني يعني هم اصلا قلقانين قوي برضو من الفكره، وان اي يعني مجتمع مصري بيبقى قلقان بقى من التلفزيون والتصوير والبهدله. بس برضو يا باسنت عشان نكون واقعيين، هم معذورين في حته ان هم يقولوا لك خدي شهادتك الاول ومجال عمل لايك تقليدي. لانه فعلا التمثيل كده كده اولا يعني بتصرف عليه كتير، وما بالبلدي كده ما بيجيبش همه غير لما بتحققي نجوميه بقى خلاص، انما الى ان ده يحصل لازم يكون في حاجه تانية بتسند. صح. هو يعني الناس كلها فاكره ان الممثل ده يعني مثلا غني قوي وكده، اول ما بيشتغل بياخد 10 مليون جنيه على طول. ايوه. احنا اصلا في البدايه بجد بنصرف على الشغل يعني لغايه فعلا لما يبقى الواحد ليه اسم. البدايه دي بتطول على فكره حبه حلوين يعني. لا لا هبه هبه ما تنكريش ان احنا كمان فاكريننا. لا ما هو انا عشان كان ليا يمكن كان ليا مشاركات في موضوع التمثيل، فانا دخلت المطبخ. أيوة. خرجت فخرجت بسرعه، قلت لهم يا مش لعبه الموضوع صعب. بس انا عايزه استغل بقى ان انت معانا ونتكلم عن
ثلاث اعمال ما شاء الله عملوا بصمه عند الجمهور كله. عتبات البهجه مع القدير طبعا استاذ يحيى الفخراني لو انت محظوظه ان انت اشتغلتي معاه، ومحارب طبعا مع حسن الرداد، والحشاشين. اكيد في كواليس واحده من الاعمال دي او في يمكن فيهم كلهم ما بتنسيهاش، موقف حصل، معامله حصلت مثلا مع حد من النجوم، حاجات اللي هي طول الوقت تفضل في بالك وفي دماغك ودايما ايه تحطيها كده قدام عينيكي. هو بصي الثلاثه كلهم يعني بحبهم، وكلهم كواليسهم كل واحد مختلف عن الثاني، والظروف كل واحد مختلف. عايزين ناخدهم بالتتابع، نبدا مثلا من القديم للجديد بالحشاشين. ده اول حاجه صورتها، ده جه فجاه يعني عامله عليه اوديشن من سنه بس هو رجعوا اشتغلوا ثاني يعني، ويلا بكره تصوير يعني بعد طبعا لما اخدت الكونفيرميشن شويه توقف لفتره ورجعت اخدت الكونفيرميشن بكره تصوير فطبعا ايه ده انا ما لحقتش اذاكر، ما لحقتش اعمل حاجه، بس كان لسه بقى المشاهد الحلم وكده فعادي ما كانش في ضغط ان انا لازم احفظ واذاكر الشخصيه وبتاع. بس في ضغط تاني التقمص يعني احنا بنتكلم على ضغط اعمال رمضان، بتخرجي من دور لدور، انا بنسلخ من شخصيه بدخل في شخصيه بدخل في شخصيه ثالثه. عملتي ده ازاي؟ كان في بينهم كان حظي حلو، كان في مسافه، كان في ايام بعيده عن بعض والحشاشين اتصور برضو في اكتوبر، بعد كده كام يوم في شهر 12 عتبات البهجه صورنا شهر 2 كله. ده بقى اللي ضغطت فيه جامد جدا، كل يوم تصوير، وانا ساكنه في مساكن شيراتون فبروح كل يوم اللي هو شبرمنت والحتت البعيده دي، واروح وانام واصحى اروح تاني، بذاكر وانا في الطريق ساعات، والاكتنج كوتش معانا هناك بتذاكر لنا وبنحفظ بسرعه، كانت برضو ضغطه. مين اللي في الكواليس فاكره له مثلا نصيحه معينه قالها لك، غلاسه معينه عملها معاكي؟ كان في كتير قوي. طب نبدا بالغلاسه. يا لهوي، هو يعني اوعي تقولي بالاسم احسن، شكلها بريئه هتتورط وانا مش عايزه اورطك على الهواء. لا 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 لا، بس يعني كان في حاجات طبيعيه بتحصل. انا مره مثلا نسيت بنطلون راكور في البيت. دي مشكله دي من كتر الضغط النفسي غصب عني، انا بني ادم برضه نسيت بس بعت على طول اوبر راح يعني جابه وجه الحمد لله. الحمد لله. دي اكبر حاجه، دي القديم مأساة اللي كانت بالنسبه لك سيبها انت. لا طبعا ده بعيدا عن يعني حاجات بقى بتحصل يعني مشاكل. طب ما تيجي نشوف مشهد من عتبات البهجة. يلا بينا. فادياز وسولدياز على طول المقطوعه صح يا دكتور؟ لا ايه جميله، هو لما بنوصل للمزوره 6 بيشيل الدياز، بس ما تستعجليش لما نبقى نوصل لها. اهم حاجه تاخدي بالك ان في المزوره 6 بيحصل تغيير. تفتكري يا دكتور مغنيين المهرجانات عارفين الدياز والبيمول؟ فاهمين يعني هما بيعملوا ايه؟ اصل بصراحه بفكر في الموضوع ده كتير قوي. في اغنيه جديده المغني شعبي طالع بيغنيها كلها شجن وحزن، بيتهيألي كده بيغنيها بيمول. اغاني مهرجانات ايه بس يا جميله واحنا بنلعب بخ؟ دي كلها خبط ورزع. الناس دي ما بتعرفش السما من العمى، ما تقدريش تسمعيها غير وانت سايقه توك توك. الميوزك عباره عن نصين، علم وفن، وما بتكتملش غير بالاتنين علشان تبقى غذاء للروح والعقل مع بعض. ما عشان كده يا دكتور انا عايزه اسمعها لك واعرف رايك فيها، اصلها عجباني قوي رغم ان هي المغني شعبي. هقول لك ايه، نسمع. والله احنا مش بنرفض عشان الرفض، احنا بنرفضها لانحطاط الذوق والرداء. بس هقولكي يلا سمعين. اول حاجة ده 4x4، ده مقام الكرد ري، ده الجام بتاع الري. مش عارفه ان ده لحن صعيدي مصري اصيل. مرة تانية رجعنا لكل حضراتكم ومعانا ضيفتنا الشقية الجميلة باسنت أبو باشا، منورة الدنيا يا باسنت، ومسكناها قفشناها بقى واحنا قاعدين في الفاصل، طلعت بتقلد وأسرار تانية كتيرة بقى هي تحكي عنها. احنا موضوع التقليد ده أنا ما كنتش أتوقعه منك أبدا، يعني شكلك كيوت قوي يعني على الموضوع ده. لا أنا لما يعني بقعد مع حد كتير بحفظ وشه بطريقته كده يعني بعرف أقلده،
بأوبزرف الناس وانا قاعده. احنا عايزين نشوف حاجه على ارض الواقع، حد كده من الشخصيات اللي انت بتحبي تقلديها من النجوم من الفنانين. ممكن استاذه ليلى عشان لسه شايفه المشهد. ليلى عايز العرب طبعا بحييها. طب يلا. هي يعني طبعا يعني ليدي ليدي قوي وشيك قوي وليها تفاصيل ومنظمه وكده، ف دايما في اللوكيشن بتبقى يعني لا صعب صعب قوي، مش ممكن مش ممكن الكلام ده. ده في الكواليس. مثلا لا هي هادي قوي موقف. مثلا مش شرط يكون الجمله دي اتقالت، بس هي كيوت قوي. طب بس انت احنا عتبات البهجه بنتكلم على اثنين عمالقه، المخرج مجدي ابو عميره، وانا اسمحي لي اطلق هذا اللقب على الفنان يحيى الفخراني، دكتور يحيى الفخراني السير يحيى الفخراني في الحقيقه. ايه بقى يعني انا يعني اوصفي لي مشاعرك يعني وتعلمتي منهم ايه؟ طبعا طفولتي كلها كنا بنتفرج على يتربى في عزه طبعا، فاحنا بقى طالعين بنعشق مسلسل طبعا دكتور يحيى الفخراني وكده. فلما انت كنت طفله ما شاء الله احنا كنا كبار حضرتك. يا نهار ابيض. وبعدين يا هبه بقى وبعدين خلينا خلي ساكته اتفضلي. فلما رحت عملت الاوديشن على مسلسل نفسي اتقبل طبعا يعني نفسي اشتغل معاه، فمشيت كده عادي، حسيت ان هم مش هياخدوني، قلت يلا اكيد مش هياخدوني يعني. بعدين عملت اوديشن كتير قوي، فقلت يعني كل يوم قدام حد مختلف، الكرو بقى كله. اخر يوم رحت كان قدام دكتور يحيى فخراني وهو بيصور، يعني هم بداوا تصوير المسلسل واتسكنت قدامه على الهوا يعني. فروحت عملت اوديشن قدامه وحاطين كاميرا كده، عايزين يشوفوا يعني الاوديشن بالكاميرا عامله ازاي بالكيمستري بينا وكده. فروحت قعدت يعني لسه بتعرف عليه، يلا مثلي معايا. واو يا نهار خضه. هم قالوا لي ان انت هتقري معايا، لقيت نفسي بمثل. بعد كده ايه يلا كات، استاذ مجدي قال مبروك يا بسنت. الله. ففرحت قوي بقى. ايه ده؟ اتعلمتي منهم ايه بقى؟ يعني مش ممكن الخبره دي قدامنا والتاريخ ده وما نتعلمش منهم حاجه. اتعلمت الالتزام، احترام الشغلانه. هو دكتور يحيى اصلا يعني هو حتى في شغله يعني بيحترم شغله جدا قوي طبعا، بس انا شفت ده بعيني يعني، حتى ما بيدخنش مثلا بتاع البوفيه مثلا ما ينفعش يدخل لوكيشن. يعني في نظام وفي ما ينفع يعني، افرض مثلا كان حكى لنا موقف ان هو كان في تصوير وحد دلق قهوه على نفسه فاستنينا ان هو يروح يغير فبنعطل، فهو منظم طبعا، اللوكيشن كله بيبقى مشدود كده وفي نظام. سمعت مره حد بيقول ان اللي عاشر او يعني العاصر الاستاذ الدكتور يحيى الفخراني وما مثلش معاه فاته كتير قوي طبعا على كل المستويات الانسانيه والفنيه والموهبه. هو موهبه كبيره يعني ما شاء الله جباره، ربنا يحفظه لنا ويبارك في عمره. بس لو انا سالت، انا عارفه انت لسه في يعني، انا بعتبرك مهما كنا النهارده بنتكلم عن ادوار باسانتا وباشا انت لسه في البدايه ومستنيين منك حاجات كتير، ايه اللي بتحلمي بيه؟ يعني مثلا مين النجوم اللي لسه عايزه تشتغلي معاهم؟ والنجمات يعني ايه الدور اللي تحبي ان يتعرض عليكي وتعمليه؟ حاجه تاريخيه، حاجه اكشن؟ هو عامه عايزه اقول هو وشه حلو قوي على الناس كلها دكتور يحيى الفخراني. ما شاء الله. طبعا ده حقيقي مدرسه، كان وشه حلو عليا قوي. انا نفسي اعمل كوميدي باي شكل. ده الدور. عايزه اعمل حاجه. نبدا الاول بالنجوم، مين النجوم اللي عايزه تشتغلي معاهم؟ انت كنت محظوظه بداتي مع يحيى الفخراني مع حفظ الالقاب ومع كريم عبد العزيز وناس كتير، بس مين اللي لسه تقولي نفسي امثل؟ يسرى دي حب حياتي. دي حب حياتنا كلنا. انا بموت فيها. أيوة بجد والله. قابلتيها يعني قبل كده مره زمان في حفله اكتوبر اللي هي الكبيره اللي كان فيها مغنيين كتير. طب احنا بشرة خير، احنا في اكتوبر دلوقتي ولسه طب احنا النهارده 1 اكتوبر احتفالات الحرب المجيده ان شاء الله. أيوة يعني الشهاده مستمره معانا، ولو يعني سمعنا دلوقتي يسرى على فكره هي بتتبنى المواهب وبتقف جنبهم جدا، نبارك لك قريب. دي الفنانه يسرى. بس انت بما انك بقى نفسك في كوميدي، مين الفنانين الكوميديانات اللي عايزين اللي نفسك ان انت تقفي قدام؟ نفسي اقف قدام يسرى. عملت كوميدي على فكره بس ما شاء الله، بس في فنانين مصنفين كوميدي يعني كلهم انا بحبهم، اشتغلت معاهم مسرحيات قبل كده كتير. شيكو وهشام واكرم وايمي سمير غانم. اكرم حسني ده حبيبي، ده حبيبي، ده عشره العمر. أيوة اكرم حسني يعني بوجه له التحيه برضو. انا كلهم. طب خلينا نشوف الحشاشين بقى، انا عايزه اقف عند الحشاشين، كنت متابعاه حلقه حلقه
واحنا بنتكلم على كريم عبد العزيز. يعني يا جماعه كريم عبد العزيز هل يعني في مشاهد جمع؟ يعني انا احنا كنا بنتابع وانا خدت بالي ان مفيش مشاهد جمعت بينه. انا ما شفتوش معدي حتى من بعيد كده. نفسي عشان مواعيد التصوير مفيش بالظبط. الدور ده بقى اتعرض عليكي ازاي واستعدتي له ازاي؟ لانه حقيقي دور صعب، واحنا اصلا بنتكلم في عمل فني مش سهل وضخم وانتاج ضخم، واحنا قدام ميجا ستارز و و و. فاحكي لنا بقى. انا اصلا بحب الاعمال التاريخيه وبتفرج على زي حريم السلطان ومش عارفه ايه، وبحب اجواء اللي هي الحاجات القديمه دي كده. فلما رحت عملت اوديشن على المسلسل كنت مبسوطه قوي ونفسي بقى قوي يعني اتقبل في البتاع. فالحمد لله لما خدت الفرصه رحت لمدرب التمثيل واشتغلت معاه. ده بعد مشهد الحلم ان هو اول حاجه جات لي، وقعدت فتره من غير تصوير. فالفتره دي اشتغلت على المسلسل يعني بالورق، ورحت للمدرب واتمرنت بقى بجرب المشاهد قدامه يعدل عليا بتاعه وكده. كده برده في اللوكيشن قبل ما بنعمل المشهد بنعمل بروفا قدام الدكتور بيتر وهو بيعدل بقى. طبعا هو ملحمه دكتور بيتر وعبد الرحيم كمال مع حفظ الالقاب للكل، ونخبه كبيره من النجوم طبعا مع كريم عبد العزيز. بس انا حسيتكي ما شاء الله متفائله جدا. يعني ودي حاجه حلوه. بس مع هذا التفاؤل اكيد انت حاطه لنفسك بقى خط او خطوط معينه في حياتي المهنيه، انا عاوزه ابعد عن كذا كذا كذا، في حياتي الفنيه انا مش عاوزه مثلا اعمل كذا كذا. ايه الخطوط اللي انت حاطاها لنفسك؟ ايه الخريطه اللي انت رسمها لنفسك؟ انا عايزه اشتغل ايه ولا ابعد عن ايه؟ الاول نبعد عن ايه؟ عايزه ابعد عن اي حاجه يعني سيئه، يعني اي حاجه هتضرني انا في حياتي. مش عايزه اعملها. كثيره الظهور على السوشيال ميديا بسنت ولا لا؟ لا مش ما عندكيش تيك توك وحسابات؟ ما عنديش تيك توك، يعني عملته بس بنزل مثلا كل كام شهر حاجه. بيضايقك موضوع السوشيال ميديا والهجوم اللي ممكن فجاه يطلع، او الاشاعه او التنمر، الحاجات دي بتضايقك؟ انا بكره الحاجات دي، والحاجات دي بتاثر فيا جامد. انا اصلا شخصيتي بتاثر قوي بالكلام. يعني لو حد يعني سلم عليا بطريقه انا مش متعوده بيها بتضايق، انا حساسه. فمش بحب اصلا الانتشار والذوق، ما بحبش كده يعني، ده شغلي بس انا اصلا ما بحبش كده. فمش هتلاقيني على السوشيال ميديا اكتر. بس ده كده ممكن النقد يعني لو نقد سلبي ممكن ياثر فيك جدا. ياثر فيا جامد بصراحه. طب انت مش حاسه ان انت مش حابه الظهور قوي على السوشيال ميديا؟ ده ممكن ياثر سلبا عليكي؟ يعني احنا ساعات يعني انا بالنسبه لي حقيقه يعني انا لو مش في الميديا ومضطره على السوشيال ميديا ما كانش هبقى ليا اكونت، انا يعني ما كنتش هعمل اكونت اصلا على السوشيال ميديا. انا فاهمه. فمش حاسه ان ده هياثر في تسويقك في المجال؟ انا كنت مش بحب، بس بعد فعلا لما اشتغلت اضطريت ان انا اعمل ده. وبحاول ان انا يعني افهم في الحاجات دي اكتر واكبر نفسي على السوشيال ميديا اكتر وكده، عشان ده فعلا للاسف مهم دلوقتي. طب بعيدا بقى عن التمثيل، كنت بتقولي برده احنا في الفصل انا فراقه انا بحب السفر، انت بتحبي تعملي ايه في الحياه تاني غير التمثيل؟ انا نفسي الف الكره الارضيه دي كلها. وانا معاكي. خديني معاكي. انا عايزه اروح حتى البرازيل، وعايزه اروح نيوزيلندا، الارجنتين، عايزه الف كل فنزويلا وحاجات بعيده دي، جنوب افريقيا مثلا. طب احنا عايزين نعرف اكتر دوله عايزه تزوريها، بس هنطلع فاصل ونرجع لك مره ثانيه. هناخد اجازه ونطلع نسافر، ايه المشكله؟ جوري بكره وقت التريض عايزاكي بس تغطيني لحد ما اوصل للمكان اللي فيه شباب المؤمنين. مستحيل طبعا، الينار بتكون موجوده والطواشية عيونهم علينا طول الوقت. هما دول بيجيبوا الغدا من نفس المكان اللي بيتوزع منه الاكل على الكل؟ ايوه. خلاص انا عايزه اوصل للممر اللي هما بيمشوا منه، عايزه اشوف بيجيبوا الغدا منين. وافرض عرفتي؟ همشي في الممر ده لحد ما اوصل للمكان اللي فيه شباب المؤمنين، اتاكد من حاجه واحده بس، لو طلعت صح مش مهم بعدها عايش ولا موت. حبيبك القديم اللي كنت بتتكلمي عنه مع ناس؟ هو هنا في القلعه، انا متاكده، انا شفته في حلم الجنه الاخير، وبسبب ان احنا شفنا بعض ناس ماتت، وبسببه هموت انا وانتي. انسي يا نورهان. جوريا اظن انتي عارفه ان انا همزه الوصل بينك وبين الينور، ممكن اعرفها حاجات عنك هتزعلي قوي لو عرفتها. طب ايه اللي اقدر اعمله؟ هو شيء صحيح ما لهمش لا نفع ولا قدره، لكن انت عارفه هما بيحبوا يتسلوا بالنظر لينا، لسه في حته كده جواهم بتحب وتكره، وانت في واحد على طول بيبصلك ويشغلك.
محيار. ايوه عارفه، دايما يبص لي ويضحك ويغزلني. خلاص شغليه يا جوريه. غلام شهم ما بيفرقوش طول الوقت، خاصة تقيل الظل وبيمد ايده بغلاسه. شغلي الاثنين. صعب عليكي؟ لا انا اوعدك انا هروح اطل وارجع بسرعه البر. اخاف. طب مش هتقولي اي حاجه لإلينور؟ ابدا ابدا. وعد. ماشي. نرجع لكم مرة تانية وضيفتنا القمر الجميلة الموهوبة باسنت أبو باشا، وأهلا بيكي حبيبتي مرة تانية. وإحنا عارفين إن أنتي رومانسية، البرج بتاعك رومانسي، وهتحكي لنا عن كل الكلام ده. وهسألك بقى السؤال التقليدي، مواصفات فارس الأحلام، فابتدي كده احكي لنا الحب بقى أنا برج السرطان طبعا، فأنا عاطفية جدا وحساسة جدا وطيبة جدا. يعني أنا لما بحب حد بجد مش بيهمني نفسي خالص. صحيح. بحب يعني اهتم باللي معايا وكده. انا مواصفات احلامي اللي هو يعني يكون طيب. لا قولي اللي قلتيه في الفاصل. بس هقول بالظبط. قولي اللي قلتيه في الفاصل. يكون طيب ونظيف. ايوه نظيف من جوه زي بره. ايوه جزمته بتلمع، خدوا بالكم وركزوا. ايوه في ريحه حلوه كده، في انتعاش، ما بقاش يعني شعره متسرح. يعني عندي لازم مهتم بنفسه. الشكل الخارجي ده بالنسبه لي مهم جدا. ايه موضوع الجزمه والساعة؟ معقدينك في ايه؟ ما اعرفش. اكيد اعجبتي بحد ولقيتي جزمته مثلا مطربه. انا جزمه البيضة لو مش بيضة قوي بتعصب جدا. بكره المنظر ده حتى في البنات. يعني قابلتي حد او قرب منك حد وطلع بخيل مثلا، طلع عكس ما توقعتي؟ في قبل كده يعني. كان ايه رد فعلك؟ ما بحبش انا البخل ده، يعني صفه سيئه جدا في اي حد. يعني ليه تعمل كده؟ اكتشفتي البخل ازاي؟ هو البخل مش شرط فلوس بس. بخل يعني بخل حتى في التعامل، في المشاعر. يعني انا ما بحبش اتعامل مع حد ما بيقولش كلام حلو وينفذه. حد يشوف القمر ده ما يقولش كلام حلو. الناس كاتبه لك على الصفحه ما شاء الله، يعني كلام جميل جدا. حد على الصفحه كاتب ان انت شبه مونيكا بلوتشي. ايه؟ ايوه يعني دي ايقونه الجمال على مستوى العالم كله. الكلمه دي بقى خلاص. ما انا قلت من الاول في التقديم ان انت فعلا شكلك يعني ايطاليان، يعني انت الجمال الايطالي زي ما بيقولوا. طب لو جالك واحد يضيف فرطه وكل حاجه بس ما بيعرفش يعبر عن مشاعر الحب، يعني هو بالنسبه له الحب افعال بس. هو انت يعني ما بيعرفش يقول بقى، ما بيعرفش يعبر بالكلام، انه بس هو تمام، لا بخيل وكريم وكل حاجه، هيبقى فارق معاكي؟ هتتضايقي انه مش عارف يقول؟ لا هو طالما الافعال افعال اهم طبعا، مش مشكله الكلام. الكلام اللي هو التلزيق ده يعني لا. طيب مثلا اوكي، تعالي نتكلم بقى السؤال التقليدي بس لكل بنت بالذات في اي مجال فيه شهره بتتساله او بتفكر فيه. لو جالك واحد زي ما قال الكتاب، كل المواصفات اللي تحلمي بيها فيه لقيتيها فيه، بس جه قال لك لا انا مش عاوز مراتي تشتغل بشكل عام، انا عاوزك اميره البيت. يا سلام، ملكه حياتي. ده جميل قوي. انا موافقه. هتوافقي؟ قولي والله. لا مش قوي صراحه، ما اعرفش. بصي بقى انا عندي مشكله، ما بعرفش. طفله والله، طفله. انا متردده. فانا مش بعرف اقول هعمل كده. طبعا ساعه الموقف ساعات يعني لو انت مثلا اتخطبتي ولقيتيه فعلا قد كلامه وفعلا الصفات اللي هو بيتكلمها عن نفسه موجوده واهلك حابينه واشترط ان انت ما تشتغليش، لا اقعدي في البيت بقى وربي الولاد. ودي بقى هفكر. بصي مادام قلتي هفكر يبقى انت حد يعني خلاص، انت كارير اورينتد يعني مش بتاعت شغل يعني. خلاص ما تريحي نفسك يا بنتي وتاخدي واحد موقع. لا او عندها استعداد على فكره، بالعكس ده هي لو يعني قاطعه. بس انا بزهق قوي. ايوه بالظبط يعني. وبعدين لو انت بتحبي شغلك، لو هو بيحبك بجد على فكره، مش هيخليكي تسيبي حاجه بتحبيها، بالعكس ده هيبقى سبورت ليكي وهيدعمك وهيبقى حابب ده لان هو شايفك كده. طب لو في كل ده وسايبك تشتغلي وبس طلعت عينه زي غشويه وبصباص، بس بيحبك انت بس بص شويه، مفيش الكلام ده طبعا. يعني الراجل قلبه كبير اسم الله عليه. يعني ايه يعني ايه بيحبني انا؟ يعني قفشتيه مثلا بيبص مثلا زياده لواحده؟ لا انا ما بحبش بقى الحاجات دي خالص. ما عندك انا غيوره جدا وبعبر عن غيرتي عادي. ده حقيقي. مش بقى بعمل نفسي عادي. انا اشجعك جدا. انا صعيديه بقى بس بنت. طب لو انت اللي قابلتي واحده مثلا وانت قاعده معاه في حته ولقيتيها بتبص له كده بطريقه زياده عن اللازم، تعملي ايه؟ هواجهها عادي. هتواجهيها ازاي؟ اقول انت في حاجه معينه يعني؟ في يا نهارك ابيض. انا مجنونه جدا يعني. مره حصل لي موقف كده زمان يعني،
دخلت سالتها ان في ايه عادي عادي ده قلبت خناقه اكيد. اتخانقت بس انا يعني بتخانق بشياكه يعني. الختام قبل الختام السريع في جديد بتحضري له بتجهزوه دلوقتي في الاعمال الفنيه؟ في مسلسل اوف سيزون ان شاء الله بتاع كريم فهمي ومصطفى مبارك ورمضان في حاجات احتمالات كده بس لسه مش اكيد. بس انت قمر بسم الله ما شاء الله، قمر من جوه وقمر من بره. شكرا. واتمنى ان انت يعني تكملي في المشوار وتسيب لنا او تعملي لنا اعمال حلوه وجميله، لانك فعلا انا من الناس اللي دخلتي قلبي قبل ما شفتك كمان على الحقيقه، ودي حاجه ما بتحصلش مع كل النجوم يعني. الحمد لله. على فكره ممكن تقابلي نجوم كتيره على الشاشه تبقي منبهره بيهم وفي الحقيقه تقولي يا عادين انت فعلا قمر نورتينا. نورتينا والله حبيب. انا اللي مبسوطه ان انا معاكم والله. شكرا. شرف لينا. كل التوفيق. هنختم الحلقه للاسف هنختم الحلقه الوقت خلص. نختم يا مها. نختم يا حسام. يلا بينا. بس بكره ان شاء الله يوم جديد وحلقه جديده والستات ما عرفوش يكذبوا. سلام عليكم.